أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من أولاد إبراهيم. وبداية أقول أنني أؤمن أن الله أقام حوارا مع آدم في الجنة حتى يعرفه بخطيته، والله أقام حوارا مع أبونا إبراهيم حتى يعرفه بخطته للعقاب أو للدينونة، والله أقام حوارا مع النبي موسى حتى يقدم له الشريعة. خلال كل ما نقرأه في العهد القديم نرى حوارات أقامها الله مع كل الأنبياء، ولما جاء الكلمة كلمة الله المسيح وتجسد وصار بيننا أقام المسيح حوارات عديدة مع كثيرين. على سبيل المثال أقام حوارا مع فقيه يهودي وقاده إلى الإيمان، وأقام حوارا مع امرأة سامرية خاطئة وقادها إلى التوبة، وأقام حوارا مع الفريسيين وقدم لهم إجابات لم يتوقعوها، وأقام حوارا مع الحواريين مع التلاميذ وقدم لهم تعليما عظيما عن الله. خلال الحوار المسيح قدم لنا نماذج رائعة حتى نتعلم منه كيف نتحاور. هذا اللقاء يكون موضوعنا عن الحوار الناضج والمباحثات الغبية، ويسعدني ويشرفني جدا وجود الفاضل القس الدكتور جون مور معنا في هذا اللقاء. أهلا بك أسيس جون معنا في أولاد إبراهيم للمرة الثالثة. أشكرك جدا ورب يباركك، وأنا بشكر رب من أجلك ومن أجل هذا البرنامج الرائع، وبشكر رب أنه كمان سمح لنا وحضرتك دعيتني أن نكون معك، فالرب يباركنا ويعطينا كلمة مناسبة لبنيان النفوس. وأنا بشكر ربنا من أجلك ومن أجل برنامج أكثر من رأي، ومن أجل ما نتعلمه من خلال هذا البرنامج، ومن أجل خدمتك في كنيستك العربية المعمدانية بسيدني، وانشغالك بالخدمة داخل الكنيسة والخدمة العامة في قناة الكرمة. أنت شرف لينا وجودك معنا في أسرة الكرمة. الرب يباركك وأشكرك جدا. طبعا بالمناسبة أنا صرت طالع كم مرة بكم برنامج هالأسبوع، ده شيء حلو. فأرجو أنه يتحملنا الأحبة المشاهدين، لأنه حضراتكم طبعا من محبتكم يعني أعطيتوني الفرصة، بس أرجو أنه ما كنش عبء على المشاهدين. لا بس عندك مادة جديدة وعندك تعليم جديد وعندك أفكار جديدة، وده شيء حلو بيسري ان انت مش بتكرر نفسك، بالعكس انت أمين. بتقدم في كل لقاء افكار جديده وتعليم جديده، وده يوضح قد ايه حضرتك بتحب كلمه الله وبتحب تدرس وبتحب تكتب، وده شيء منظم. انا لاحظت فيك من يوم ما اتعرفنا على بعض قد ايه حضرتك بترتب افكارك وبتكتبها وبتسجلها، وعشان كده عندك ماده غزيره ممكن المشاهدين يستفيدوا منها. نشكر الرب يسوع. خليني اسالك في البدايه، هل تؤمن بالحوار المسيحي الاسلامي؟ طبعا أؤمن، ويجب أن يكون في انفتاح بعضنا على بعض، ومش بس مع بين المسيحي والمسلم، في كل المجالات، لأنه نحن عندنا قوة الإيمان وعندنا قوة سيف الروح الذي هو كلمة الله، ولذلك نثق كل الثقة أنه الرب معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. أشكرك. أنا قدمت في المقدمة يعني جملات سريعة عن حوارات المسيح، وكل ما أعرف الكتاب أرى أن المسيح كان يتحاور مع الآخرين. كيف ترى من وجهة نظرك الدراسية الكتابية لشخص يسوع المسيح في الإنجيل كرجل للحوار؟ علينا أن احنا نتعلم منه باستمرار ونشوف إيه القواسم المشتركة وإيه الأسلوب اللي هو أدار به الحوار، وخصوصا أنه مع كل شخص استخدم أسلوب مختلف. نعم. حتى يوصل الأفكار بتاعته. أنا بحضرتك لما تكلمت كنت عم تعلق تعليق، حضرتك ذكرت أنه حوار الله في العهد القديم مع آدم، صحيح، وحوار الله مع إبراهيم، حوار الله مع موسى، وفي العهد الجديد نرى حوار الله مع نيقوديموس والسامرية والفريسيين. نعم. خلينا نقول أنه لو أخذنا بحسب التعليق اللي ابتديت فيه حضرتك، نيقوديموس، نعم، اللي هو بحسب يوحنا 3، نعم، حالا لما جاء إليه نيقوديموس أعطاه يعني زي ما تقول لعب على الوتر المناسب. نعم. نيقوديموس متمم واجباته الدينية بنظر نفسه، صحيح، وبحسب الشريعة فكره هو راجل فريسي يعني. نعم. فماذا تقول لشخص من هذا النوع؟ نعم. من أجل ذلك حالا الرب يسوع المسيح قال له الحق الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لن ترى ملكوت السماوات. أنا بشوف أن يعني صعوبة نيقوديموس كانت صعوبة عقلية، عشان كده المسيح اتكلم معاه
في اخطر موضوع. ليه؟ لان هو شاف هو الشخص ده المناسب اللي يقدم فيه هذا الموضوع. ما ينفعش يقدمه لاي شخص اخر، لكن ده دارس الشريعه وفاهم للتوراه، فقال اتكلم معاه في اهم موضوع بطريقه عقليه تتناسب مع تفكيره. ايه راي حضرتك؟ وهو وبالتالي هو قاده الى فكر هام جدا، موجود في كلمه الله، موجود في الشريعة القديمة، لكن نيقوديموس واليهود لم يستطيعوا أن يعني يروا هذا الأمر من خلال الكلمة. من أجل ذلك بحسب يعني نيقوديموس كان شخص فريسي. نعم. وبما أنه شخص فريسي يعني عاملها ضابطها بدقة يعني للشريعة. متشدد أو متزمت أو ملتزم، إذا قلنا حاجة إيجابية يعني كان منضبط. نعم. طيب شخص منضبط شو بتقول له؟ ما نحن إذا بنحكي مع الخاطي بنقول له أنت خاطي محتاج تتوب. نعم. بس إذا بنتكلم مع شخص متدين شو بدك من اي باب لازم تدخل له؟ فلازم تدخل له من باب انه انت لازم تولد من فوق، لازم تاخذ الطبيعه الجديده. يحدث تغيير حقيقي في داخلك، ما ينفعش انك تستمر في محاولات بشريه لكن يحدث تغيير الهي جواك حتى تستطيع ان تتعرف على الله. وهذا ما قاد به الرب يسوع نيقوديموس بسرعه، يعني فتح له رماله المفتاح ونيقوديموس قال له كيف يكون هذا وانا شيخ؟ يعني هل أعود إلى بطن أمي؟ هل يعني برجع على بطن أمي وأولد ثانية؟ قال له أنت معلم إسرائيل ولست تفهم ذلك أو هذا. طبعا شرح له، مش هندخل في الحوار بس هنتكلم على الأسلوب. اللي صار أنه الرب رماله أول مفتاح. وأنا بتصور وبؤمن بالكلمة، الكلمة بتقول رابح النفوس حكيم. صحيح. وبالتالي الشخص اللي عم يجرب أنه يرمي كلمة يعني يقدم كلمة الله للنفوس، روح الله القدوس رح يقوده 100% لكي ما يختار الموضوع المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب. أنا مش عايز أعدي النقطة دي لأن مهمة جدا في رأيي، أن اللي يقيم حوار مع آخر عليه أن يعتمد على إرشاد خاص من الله عشان يعرف الآخر محتاج لإيه. نعم. أنا المهم أن أنا ألمس الاحتياج، مش مهم ان احنا نقعد نجادل ونناقش في الامور ملهاش اي اهميه، لكن الشخص اللي قدامي ايه احتياجه؟ فمين اللي يعرف احتياجه؟ ربنا. فلو انا استمعت لارشاد ربنا انا هبتدي اتكلم معاه في حوار ناضج يؤدي الى نتيجه ايجابيه. نعم نعم، وانا اؤمن بذلك. وحتى انه في حادثه قديما صارت مع أليشع، لو خرجنا قليلا على الخط. أليشع النبي كان عنده فعلا لمسة عظيمه من الله. لما ذهب الى ارام اللي كانت هي دمشق يعني رأى سوري. حزائيل. حزائيل كان قائد جيش. نعم. عند بن هدد ملك أرام، فنظر إليه وبكى. شاف المستقبل، شاف المستقبل فيه، الرب كشف له المستقبل. وبالتالي قال له شو رح يعمل ببني إسرائيل. نعم. قال له الرب أراني إياك ملكا على أرام. وأراني إياك إنك رح تضرم النار بحصون بني إسرائيل. ورح تشق حواملهم. طبعا كان قصاص لبني إسرائيل من الله. نعم. لكن بالنتيجة الرب كشف له، عنده روح تمييز. وكل مؤمن ومؤمنة لازم يكون عندما يعني يحاولون أن يتواصلوا مع أي إنسان لكي ما يعني يقدموا له الكلمة، من الضروري أنه يقدموا الكلمة بروح تمييز وبإرشاد الروح القدس. والرب قال أنا بعطيكم كلام حكمة، فمن لا يستطيع كل معانديكم أن يقاوموه. نعم. يعني فهم وحكمة لا يستطيع كل معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. يعني إذن علينا أن احنا نقيم حوار، علينا أن احنا نتعلم من المسيح، علينا أن احنا نكتشف الشخص الآخر إيه احتياج أو إيه الموضوع اللي يناسبه. نعم. مش كل الأشخاص يناسبهم نفس الموضوع، مش اسطمبة نقدر نستخدمها مع كل شخص هي لكن كل واحد يعني زي ما ذكرت نيقوديموس كان ليه موضوع، السامرية كان ليها موضوع يلمس حياتها الشخصية، الفريسيين كان ليهم مواضيع أخرى بيحاولوا يجادلوا بيها المسيح، والمسيح قدم لهم إجابات لم يتوقعوها. إذن علينا نحن نتعلم إزاي نتحاور مع الآخر، لكن الحوار في حد ذاته شيء رائع وبناء. إيه حدود الحوار؟ طيب حسب رأيك تسمح لي حضرتك بس لأنه حددت أنت النوت. أنا حضرتك لما جبت سيرة السامرية أعطاها مفتاح آخر للسامرية الرب يسوع بحسب يوحنا 4. المفتاح الآخر هو عندما أتى إلى البئر، وهي أتت إلى البئر لكي ما طبعا تملأ جرتها. نعم. وكانت الساعة السادسة أي الساعة 12 الظهر بيقول البعض. ما حدش بيمشي معها لأنه كان عندها رجل مش رجلها. أيوه. وأخذي قبله خمسة يعني خاطفته من هون ومن هون. فطب هيدي امرأة زانية، امرأة شهوانية، امرأة ما حدش بيوثق فيها. أو نشوف إن كانت صعوبتها قلبية، يعني نيقوديموس كان صعوبته عقلية. نعم. عنده عايز مناقشة عقلية، لكن السامرية كانت صعوبتها قلبية، فصوب المسيح كلامه إلى ضميرها حتى يوقظ ضميرها. نعم. ويخليها تتوب. بس نشوف أنه المفتاح اللي رمى له إياه الرب حتى يفتح القلب قال له أعطيني لأشرب. نعم.
ليش؟ لأنه هي عم تشرب من ماء العالم، أي من شهوات العالم، مش رويانة ومش عم ترتوي. نعم. قالت له كيف عم تطلب مني إنك تشرب؟ أنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين. ساعتها ابتدى معه وقال له لو كنت تعلمين من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. فالموضوع كله في حكمة إلهية بيعطيها الله للكارز، للمبشر، للمحاور المسيحي طبعا المملوء من روح الله، وحينئذ يصيب بسهم كلمة الله يصيب القلب. خلينا نتكلم في حاجات مهمة جدا، إيه رأيك؟ هل يمكننا أن نرسم حدود للحوار الديني؟ نعم، الحدود أنا بتصور يعني وقناعتي أي حوار لازم يقوم، لازم يقوم ويكون مبدأه المحبة. يعني إذا أنا عم بتعامل مع شخص وما بحبوش، ببين بعيوني وبتصرفاتي وبكلامي أني أنا ما بحبوش، وأي شخص بيشعر بعدم محبتك لا يسمع لك. لكن لو أنه فعلا ملأ روح الله قلبك بالحب نحو الشخص الآخر، المحبة بتقيد الإنسان، لأنه المحبة ما فيش أقوى منها. المحبة بيقول عنها الكتاب المحبة قوية كالموت، قد ما الموت قوي وبيهجم على الإنسان وما بيرحمه، المحبة فيها قوة، فيها قوة غريبة. أنا مبسوط يا أسيس بكل أمانة. نعم. إنك بتلمس أهم نقطة أنا مقتنع بها في برنامج أولاد إبراهيم. ما ينفعش نتحاور مع أخواتنا المسلمين. نعم. بدون ما نحبهم مهما نعمل، إذا في كراهية، إذا فيها رفض ليهم، إذا في إحساس بأن إحنا عايزين ننتقم للحاجات اللي بيعملوها فينا، مش هتنفع الحوار معهم. مش فكرة أن أنا أهزمه أو أن أنا أهاجمه، لكن لازم أقدم له محبة حقيقية. إذا ما أناش بحبه لا أتحاور معه. يس. يعني مرة يروى عن خادم للرب كان عم يتحاور مع شيخ مسلم، وقام الخادم طبعا ربح الجولة بس كان شوي يعني معنف. فلما قام الشيخ وراح كان هو حزين، قالوا له الناس اللي معه ليش انت حزين؟ قال لهم انا ربحت الجولة بس ما ربحتوش. خسرت. احيانا كثير نحن بدنا نربح الجولة لكن لكن كأنه بطريقة غير مباشرة عم نخسر الآخر. لا، نحن اهم شيء نربح النفس اللي قبالنا اللي قدامنا للمسيح. يبقى دي النقطة الثانية اللي انا حابب اركز عليها عشان يبقى النهاردة يعني حوارنا مفيد. نمرة واحد المحبة. نعم. نمرة اثنين الهدف من الحوار هو أن قيمة الآخر أهم من أنا أنتصر عليه. نعم. فالآخر أهم من أي حاجة تاني بعملها. هدفي أن أنا أساعد الآخر أنه يصل إلى معرفة الله معرفة حقيقية، وليس هدفي أن أنا أحطمه. 100%. وهذا الموضوع إذا تعاملنا فيه بهي الطريقة، أنا أقول الصدق وأنا جربتها كتير مع ناس كتير، الرب أعطاني نعمة في أعينهم وهم شعروا بمحبة ليهم. وأنا طبعا مش عم بدعي أنه أنا إنسان قبل الإيمان قبل ما سلم حياتي للمسيح كنت إنسان شرس. أو أنت أشكرك اللي فتحت قلبك لنا هنا وشرحت حاجات ناس. نعم. كثيرة فوجئت قالت مش معقول أسيس جون بيتكلم بالصراحة دي، بس دي كانت حاجة من كل قلبك بتقول. نعم. الحقيقة. لا، هو نحن كمسيحيين بنعرف أنه يوحنا الحبيب ويعقوب سماهم المسيح بوانرجس أي ابني الرعد، كانوا يرعدوا رعد. لكن لما ملأ المسيح قلبهم بالحب وبالروح القدس صار يوحنا يكتب، أكثر واحد كتب يوحنا عن المحبة. نعم. حول من نار إلى محبة. وكان عم يطلب من المسيح قبل ما ينزل عليه الروح القدس، قال له هو وأخوه يعني يوحنا ويعقوب قالوا له للمسيح، قالوا له يا معلم أنا أطلب أن تنزل نار من السماء وتأكلهم كما طلب إيليا. قال له لستما تعلما من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص الناس. فالموضوع كله لما بيكون الإنسان قبل المسيح شيء، ولما بيكون المسيح حل فينا بالروح القدس شيء آخر، أمر آخر. فمن أجل ذلك أنا أتكلم من اختبار، عندما أتعامل مع النفس بمحبة وطبعا بمنطق كتابي وبسيف الروح القدس الذي هو كلمة الله، لا يمكن هذا الشخص أن يهزم. هلأ ممكن أنت ما تربحش الشخص، لكن على الأقل أنك تركت فيه تأثير المسيح. أمين. وبعد فترة روح الله بلاحقه، إذا كان هالإنسان مخلص الله بصيب قلبه وبيجيبه وبيعطيه حياة أبدية وخلاص. يعني كثيرين من المشاهدين لأولاد إبراهيم ابتدوا يتفهموا فكرة الحوار ويتقبلوها. نعم. ويثنوا عليها، لكن في البعض يقول لك ما جدوى الحوار؟ يعني عمالين نتحاور، إيه اللي وصلتوا ليه؟ مثلا في أولاد إبراهيم اتشرفت بالحوار مع كثيرين من إخواتي المسلمين اللي بحس إن ربنا بعتهم لأن ما كنتش عارفهم قبل البرنامج يعني. فمثلا الشيخ طارق يوسف شرفنا وأدار حوار معنا هنا عدة مرات، مرة مع الأسيس أمير ومرة مع الأخ رشيد، والشيخ مروان عمل مداخلات كثيرة، والشيخ عزيز مرة شرفنا هنا في البرنامج
والدكتور جعفر الحكيم عمل حوارات معانا، انا بحس ان كانت فرص ذهبيه للحوار. لكن البعض يقول لك طب ايه فايده الحوار معاهم اذا هم مصرين على اللي هم فيه وانت مصر على اللي انت فيه؟ لا. طب ايه فايده الحوار؟ ايه راي حضرتك؟ لا انا بتذكر مره طلعت مع حضرتك وكان معنا على التليفون الشيخ مروان. وبعدين فهمت من حضرتك انه هو كان حبني. نعم. قال لي حبك الشيخ فمعناها انه يعني بشكر الرب، وهذه شهاده حلوه انه شخص يكون مختلف معي من كل جهه لكن ايضا يحبني، وهيدي كرامه المسيح لينا في المسيح. الله بيعطينا كرامه. ليش؟ لانه اذا نحن جينا تكلمنا مع الشخص ونقول له انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ما انت بالنتيجه من اول ما ابتديت معه خليته يسد اذنيه من هون وقلبه مقفول، فبالنتيجه مش حيسمع. فمن اجل ذلك كان لازم باستمرار المؤمنين وعلى طول لازم يعني انه نقدم الماده بمحبه. كمان نستمع، يعني يمكن النقطه الثالثه المهمه في الحوار، نمره واحد المحبه زي ما حضرتك قلت عليها دي مهمه جدا. نمرة اثنين الهدف، يكون الهدف الشخص مش الحوار ان نكسب الهدف الجولة، ربح النفوس. نعم. النقطة الثالثة ان فعلا يكون عندنا القدرة على الاستماع للاخر. نعم. ازاي هقدر ان انا اتكلم معاه من غير ما هو كمان يتكلم معايا ويعبر عن رأيه فيما اقول او فيما اؤمن ويعبر عن رأيه في ايمانه؟ نعم. يبقى انا محتاج اتعلم ازاي اسمع الاخر. نعم. حتى اقيم حوار حقيقي. يعني هو أصلا الكتاب بيعلمنا نصائح كتير، يعني مثلا مكثرين في الاستماع مبطئين في التكلم، فحتى ممكن نحن عم نحاور مش بالضرورة كثرة الكلام، ممكن نتكلم كم كلمة. يعني المسيح له كل المجد لما تكلم مع السامرية أو مع نيقوديموس حط جملة جملة جملتين عبارتين 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 صاب فيها الهدف وكان بيستمع لهم. يعني أنا مبسوط، يعني ده حوار رائع جدا. نعم. إن كل ما يقول لهم جملة كان يستمع لجملتين ثلاثة منهم بعدين. نعم. بعد كده يقول لهم يكمل الحوار معه، لأنه لما تكلم مع السامرية قالت له أرى أنك نبي الأول إعلان، هو ما وصلش ما قال داعيك فلان أنا يسوع الناصري أنا اللي بدي خلصك، وإذا أنت إذا أنا ما بخلصك بدي نزلك أعماق الجحيم وبدي كسرك. لا لا ولا هددها ولا هدده، وأنت محتاجي رجم وأنت محتاجي قتله أنت لو عندنا لو أنا لم يستخدم هذا الأسلوب على الإطلاق. كل اللي عمله قال له أعطيني لأشرب، وفهمها أنه أنت الذي يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أنت عم ترتوي من نبع العالم ومش هتستفيدي. لكن بالنتيجة قادها الى نقطه قالت له ارى انك نبي. اوكي، بعد شويه ابتدى صارت تحكي، هي قالت له اباؤنا سجدوا في هذا الجبل. شوف انسان دخل في جدال، انسان زانيه وعم تحكيك بالروحانيات. يعني خلينا نقول تعبير انا بحبه قوي، يقول لك هي هيكلها مهدوم، يعني جسدها. نعم. مهدوم وبتدور على الهيكل الصحيح للعباده. طب ما تشوفي نفسك الاول. صحيح صحيح. ربي باكك. فالموضوع كله انه كان واحد تاني كان قال له انت يا زانية عم تتكلمي بكلام الله مثلا، او بتكلمي في امور لاهوتيه كبيره او في لاهوتية، انت ايش عرفك انت؟ لكن برضو المسيح بكل تهذيب وبكل محبه قالت له ارى انك نبي وكذا وكذا، وصارت تحكي بروحيات. قال له اذهبي واستدعي زوجك. ما هو قالت له ليس لي زوج. قال حسنا قلت. شوف مدحها على حاجة صغيرة جدا، لكن استخدم الجانب الإيجابي في مدح الشخص الآخر 100%. فلما قلت له ليس لي زوج قال حسنا قلت، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي في بيتك الآن ليس هو لك. هو زوج. ليس هو زوجك. ليس 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 له هو يعني مش لألك هو أصلا، هي أخذته من محل تاني كمان. بالنتيجة صاب الوتر. نعم. ساعتها وابتدت هي طبعا راحت أنت المسيح. قالت له طبعا تكتشف من هو. قالت له أنا بعرف أنه لما المسيح بيجي المسيح بيخبرنا هو يقول لنا كل شيء. قال الذي يكلمك هو هو. نعم. شوف ابتدى بالمقلوب، ما قال مين هو وابتدى معها بالحوار. لا. ابتدى معها بإخفاء الشخصية وانطلق معها من منطلقات خاصة بحسب احتياجها الشخصي، لأنه بيعرف القلب. وده يمكن اللي فهمه الرسول بولس لما قال لسنا نكرز بأنفسنا. نعم. يعني دي الخطورة في الحوار، أنا عايز أثبت نفسي أو نعم. أثبت اللي أنا فهمه أو المعتقده، ويمكن حتى مش فاهمه كويس ودافع عنه. صدقني يا سيس انا يعني فاكر في استراليا مره من زياراتي تقابلت مع بعض الناس اللي بيتكلموا على البالتوك باسم المسيح وهم لا يؤمنون اصلا، هم مسيحيين بس شكلا يعني، لكن ما لهمش علاقه ولا حياه مع المسيح، وبيدافعوا وبيقولوا كلام صعب جدا، يقول لك ايه لازم نديهم جامد. لا ده روح انتقاميه اكثر ما هي روح لربح النفوس. صح. وروح الانتقام ما بتجيب نتيجه، الانتقام بيجيب انتقام، والتمرد بيجيب تمرد، والشتيمه بتجيب الف شتيمه. صحيح. نعم. طب خليني اسالك سؤال تاني. البعض بيتجنب الحوار على الاطلاق، يقول لك يا عم خلينا في حالنا مالناش دعوه بالمشاكل دي، الحوار ممكن يفتح لنا مشاكل واحنا مش عايزين مشاكل. وتعلمت منك تعبير حلو، يقول لك ايه اللي على دينه
كل مين على دينه الله يعينه. الله يعينه. يعني حضرتك اتعلمتني العبارة دي. فإيه رأيك في الناس اللي هم ده شعارهم، يقول لك يا عم خلينا في حالنا، يعني اللي هو الإيه الحيادي السلبي بسميه يعني. هو إذا ما عندوش القابلية يفتح الحوار، ما يقفش بوجه الآخر، بوجه شخص آخر عم يعمل حوار. يعني أنا مثلا إذا مش قادر أروح أني أخدم، ما أمنعش اللي عم يخدم. نحن عندنا مثل بلبنان بنقوله لا بيسرح ولا بيعير الجراب. الجراب يعني زي القربة، قربة المية. يعني هو لا بيروح بيسرح بسرح الغنم، ولا بيعير القربة لو واحد تاني رايح مع الغنم. يعني لا بيعمل دي ولا دي. لا بيعمل دي ولا بيعمل. لا، أنا برأيي أنه الشخص اللي مش قادر يشوف في الموضوع ده، خلي يثق أنه الله حاطط على قلوب مجموعات محددة، وعند القدرة بقوة روح الرب أنه يقدر يقوموا، يعني يقيمون حوارات بالمحبة والتفاهم. وأنا شفت أنه في ناس كتير استفادوا من خلال الحوار والأخذ والرد. هلأ يمكن ظاهريا ما نقدرش نشوف النتائج، لأن في ناس بتخاف تعلن إيمانها وتعلن التغيير الكونفيرجن تبعها، لكن مع الوقت رح نشوف نفوس كثيرة سمعت من خلال الحوار، سمعت أمور متنوعة عن خلاص الرب يسوع وعن الكتاب المقدس وغيره وغيره. خليني أطرح فكرة وأسمع رأيك سلبا أو إيجابا. أنا نفسي مش بس نقيم حوار مسيحي إسلامي، لكن نفسي إن احنا نقيم حوار مسيحي مسيحي. نعم. يعني مثلا على مستوى المذاهب، إيه المشكلة؟ احنا النهاردة في القرن 21 أنا بسميه قرن الحوار، وبشوف إن الحوار أكتر حاجة تقرب الناس ما تبعدهمش. لكن في البعض يقول لك لا احنا خايفين من حاجة زي كده. يعني المذاهب ليها عقائدها وليها مفاهيمها، فلو أقمنا حوار أو حوار على الفضائيات يقول لك إيه ده هيبقى موضوع صعب والناس تزعل من بعضها. ما كان شايف إن فيه شخصيات ناضجة جدا في كل المذاهب، فلو إحنا أقمنا حوار حتى نقدم نموذج رائع وراقي وحضاري، نعمل حوارات على مستوى المذاهب الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، وفي أمور كتيرة نقدر نتحاور فيها ونسمع لبعض ونحترم بعض ونناقش بعض ونحب بعض. دي حاجة مهمة. والأكتر يعني عشان أكمل الفكرة وحاجة بقى أعلق عليها زي ما أنت عايز سلبا أو إيجابا، المنع أن احنا نقيم حوار مع الطوائف الإنجيلية. يعني إذا كان المذاهب فيها بعض الصعوبات مع أن أنا شايفها حلوة قوي، لكن نقيم حوار مع الطوائف الإنجيلية في موضوعات كثيرة ممكن نتكلم فيها ونحترم بعض ونتناقش فيها مع بعض، ونسري الجمهور المشاهدين ان هم يشوفوا عمق كلمة الله، وكل واحد شايف الزاوية بتاعته منين، شايف الآيات أو التعاليم. أكيد كل حاجة لها سلبياتها وإيجاباتها. إيه تعليق حضرتك؟ هي خطرة شوي. أيوة. خاصة لما بتجي بتتكلم مع الأمور المسيحية، لأنه في شيء اسمه يعني نصوص ويعني دستور دساتير حطتها الطوائف لنفسها، طبعا مأخوذة من الكتاب المقدس، لكن هذه الدساتير صارت أهم من أنك يعني أهم مما تقوله الكلمة إذا جاز تعبير، بكل الطوائف بكل الطوائف. من أجل ذلك الموضوع حساس، لكن أنا ما يعني ما عندي مشكلة إذا جلسنا مع بعضنا البعض بس بدون الكاميرات، يعني بدون الكاميرا. ليش؟ لأنه حلو أنه يجلسوا مع بعضهم الرؤساء الطوائف ورجال الدين من كل الطوائف، ويكون في نوع من مودة ومحبة. ونحن طبعا من بسدني من حين لآخر بيكون في بين بعضنا حوارات، مش حوارات، لا ما بقدرش أقول الحوار، تعاون. يعني مثلا عندنا مثلا بعض الاختلافات في بعض النقاط، لكن ما بيمنع نتعاون مع بعضنا البعض كطوائف إنجيلية، وعندنا يعني طوائف أخرى يعني مثل الأرثوذكس والكاثوليك وكذا، في كتير بروجيكتس مشاريع روحية عم نعملها مع بعضنا البعض، بس ما فيش واحد بهد بالآخر، والمحبة عم تبنينا مع بعضنا البعض إلى مستوى أنه أي أمر بفرقنا ما بقى نقبله. مش ضروري نتكلم، يعني مش ضروري نحط الإصبع على الجرح، لكن كل اللي عم بيصير أنه لما بنقعد مع بعض عم نحب بعضنا وعم نقبل أحدنا الآخر، وبذات الوقت عم يكون في تعاون، روح الله عم بيسود والمحبة عم تسود. فأنا بشوف أنه يعني الحوار اللي المسيحي حلو يكون خلف الكاميرات، خلف الكاميرات، ويكون في محبة وتعاون مشترك. هلا في مشاريع كتير حلوة عم يكون بسيدني وأستراليا، تعاون مشترك بأشياء خاصة. أنا بشكرك أنك بتذكرني باللي أنا اختبرته في مصر لما كان لنا حوار كاثوليكي أرثوذكسي إنجيلي. نعم. في مصر، وأقول لك بكل أمانة اختبرت نفس الكلام حاجة بتقوله، كم المحبة والترحيب والمودة والدفء في العلاقات. كانوا قيادات مش هقدر أقول أسميهم
في عصر البابا شنودة بنجتمع مع بعضينا ونصلي مع بعضينا وندرس مع بعضينا. وبصراحة يعني كان الأرثوذكس هم اللي بيتبنوا إن هم يستضيفونا عندهم، وكان جو أكتر من رائع، ما تحسش بأي اختلافات أو في أي مسافات بيننا وبين بعض، بل بالعكس أنا أقول الصدق في المسيح إن كان جو رائع جدا. لو هذا الجو نقل إلى شعبنا، أنا عارف حضرتك خايف من الكاميرات عشان كل واحد هيحاول يثبت ذات، لكن هو كان مستوى راقي جدا ورائع جدا، وكلمنا في أمور مهمة ما كانش فيها مشاكل. هو ما فيش خوف من أنه الموجودين يعلقوا مع بعض، لكن الخوف أنه إذا واحد منا حكي كلمة والشخص الآخر من الجانب الآخر كان زي ما تقول متفهم ومحب، ممكن على الشاشة يشوف المشاهد اللي منسميهم دول من الصقور. أنا بعرف أشخاص صقور صقور. نعم. في ناس واحد قالوا له لواحد لأب قالوا له أنت عم تقعد مع ناس إنجيليين، وعملوا له مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه في ناس باستمرار متشددين في كل الطوائف. نعم. حتى بين المسلمين بتلاقي في تشدد بين الطوائف وبين الملل يعني. من أجل ذلك هذه الأمور تقوم ضمن الجدران بس بمحبة، وبتنجح. لكن الحوار المسيحي الإسلامي ما فيش مشكلة. ليش؟ لأنه ما فيش أبدا قواسم مشتركة على مستوى أنه يعني كيف المسيحية بين بعضهم، في كتير خواسم مشتركة، في أشياء كتير بتجمعنا، اللي هو الجوهر الواحد، الآب والابن والروح القدس، صليب المسيح، ذبيحة المسيح، خلاص الله في المسيح، هالأشياء كلها بتجمعنا كلنا. لكن مع المسلم لا، بالنسبة للمسلم بالنسبة له ما بيقدرش يقبل أنه المسيح هو الله، ولا بيقبل الثالوث الأقدس أنه الآب والابن والروح القدس إله واحد، ولا بيقبل أنه بس المسيح هو الطريق والحق والحياة والخلاص فقط بالمسيح. فمن أجل ذلك يجب أن يكون هناك يعني حوار وتواصل لكي ما تسمع الشعوب من خلال هذه المقابلات اللي حضرتك مثلا عم تقيم بالبرنامج عم تقيمها. نعم. يعني إذن أنا بنقدم الفكرة للمشاهدين، نفسي أسمع منكم. نعم. إذا حد يعني معجب بالفكرة وبيأيدها يكتب رأيه على موقع قناة الكرمة حتى نستمع إلى رأي المشاهدين. هل بتحبوا أن احنا نقيم حوار على مستوى المذاهب الثلاثة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية؟ هل بتحبوا أن احنا نقيم حوار على مستوى الطوائف الإنجيلية وأن احنا نقعد نتكلم وندرس ونسمع وجهات النظر المختلفة ومحدش يزعل ونحب بعض أكتر ونتطور في فهمنا للكلمة ونتطور في علاقتنا مع بعضنا؟ أنا عارف أن الفكرة جريئة وليها سلبياتها وإيجابياتها، لكن هل تؤيدوا أن الكرمة تقيم حوارات مثل هذه أم لا؟ أنا نفسي أسمع منك تعليق قبل ما أخذ مكالمة. نعم. سريعة. نعم. وأرجع. تحضرني فكرة، سوري أنا صوتي شوي راح لأنه عم صور برنامج مع الدكتور ناجي اسكندر. ربي أوي. ربي باكك. فبتحضرني فكرة أو حادثة صارت، بولس الرسول كانوا عم بيحاكموا بالمجمع اليهود. نعم. هو كان فريسي بس آمن بالمسيح. نعم. لكن هم عم بيحاكموا ظلما. هو لما رأى أنه المجمع مكون من صدوقيين وفريسيين، قال أنا فريسي وأنا ابن فريسي وأنا أحاكم على رجاء قيامة الأموات. Yeah. ليش قيامة الأموات؟ لأنه الصدوقيون لا يؤمنون بقيامة الأموات ولا يؤمنون أن هناك ملاك أو روح انشأ المجمع. فهم تعمل جايين يعملوا عمل واحد ضد بولس الرسول، لكن بكلمة واحدة انشأوا ورح ينطفوا بعضهم. فالنتيجة أنه في أشياء بتبقى محرجة جدا. أهم شيء نحن نشتغل على القواسم المشتركة ونحاول أنه قد ما فينا أنه نقدم المحبة وروح التفاهم، مش نتخلى عن الإيمان اللي نحن عنا، لكن نتقبل موضوع الآخر من أي زاوية يراها. لأن في أشياء بتبقى أنا مش شايفها مثلا يعني خليني أفترض أنه أنا أعمى عن ناحية معينة أو أنا جاهل بناحية معينة، لا أدعي أنني أعرف كل شيء. عندما أجلس معك رح أنتفع من حضرتك بأشياء، وعندما تجلس معي لابد أن تنتفع مني ببعض الأشياء، وهذا شيء طبيعي. أنا نفسي يعني أقدم بعض الآيات اللي الرسول بولس حذرنا من المباحثات الغبية. نعم. فنفسي أقدم الآيات على الشاشة وحضرتك تقول لي إيه رأي حضرتك، وإزاي بولس بيحذرنا من هذه المباحثات السخيفة، وإزاي نحن نتجنب أن يكون أي حوار وهو مجرد مباحثات لا قيمة لها. فمثلا في رسالته لتلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية وأصحاح 2 وعدد 23 لو ممكن نشوفها على الشاشة أشكرك، يقول لك فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام، الأمر غير النافع لشيء، الهدم
السامعين. وأيضا في رسالته الثانية أصحاح 2 وعدد 14 يقول: فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب ألا يتمحكوا بالكلام الأمر غير النافع شيء لهدم السامعين. هو هذه الآية مكررها. أوكي. لا بس في آية ثانية بتيتوس 3:9 بتتكلم بذات الفكر بتيتوس 3:9 و2:23 المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها. نعم. عالما أنها تولد خصومات. إيه اللي مقصود بالمباحثات الغبية والسخيفة؟ نعم يعني مثلا نفس الكلام بولس الرسول قاله برسالة تيتوس 3:9 بيقول: وأما المباحثات الغبية والأنساب، أنا ابن فلان وأنا من فلان وأنا والخصومات، يعني أحيانا في ناس بيتخاصموا مع بعض وبيعملوا مشكلة حتى في قلب الخدمة، والمنازعات الناموسية. الناموسية هو موضوع الشريعة، يعني لما بتتكلم بمواضيع الشريعة بيقول منازعات مش حوار، لما بيكون في حوار غير المنازعات. ده مهم. نعم. فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة. وبعدين بتابع بولس وبيقول بعدد 10: الرجل المبتدع اللي بيعطي بدع بعد الانذار مرة ومرتين أعرض عنه. ليش أعرض عنه؟ لأنه واحد عم يبتدع ضلالات وأفكار وعم تحكي معه وبصير هو يطلع يخترع لك بدعة وأباطيل، ساعتها بيقول أنه هذا الشخص أعرض عنه، أعرض عنه يعني يبعد عنه، عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. ففي أنواع كتير، يعني شخص مثلا ممكن يجيب بدع، شخص ممكن يعطيك منازعات بالشريعة. يعني مثلا بولس الرسول كان كتير يتكلم مع اليهود عن أن المسيح، أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر، هو ابن الله، هو الإله الأزلي المتجسد. في ناس كانوا يستفيدوا، لكن في ناس من اليهود مثلا بحسب أعمال الرسل 13 في حادث بيقول لك أنه لما كان بولس عم يبشر صار اليهود يناقضوا الكلام وصاروا يجدفوا، ساعتها قال لهم أنتوا حكمتوا أنه أنتوا مش مستحقين أنه تسمعوا كلمة الحياة. صحيح. خلص هو ذا منذ الآن نتوجه إلى الأمم. نعم. فإذن وصل مرحلة وحط حدود لهذا الحوار ولهذه الرسالة من أن تصل لأولئك المجدفين والمناقضين. في فرق ما أنه واحد يقول لك شوف الله يباركك أنا ما بدي أسمع، أو يا أحب يا صاحب خلينا أصحاب ما بدي أسمع. أوكي كويس محترم. لكن شخص ثاني يصير يجدف على مسيحك ويصير يهددك بالقتل ويصير يشتم وسباب وغيره، هذا الشخص مش 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 مفروض تعمل معه حوار اصلا. نعم. لا يصلح الحوار. لكن نعم. كمان انا بقول الايات دي ليه، ونفسي لو ممكن اشوف مره ثانيه الايه في تيموثاوس الثانيه 3:23 دي مهمه، ان بيتكلموا عن المباحثات الغبيه. المباحثات الغبيه والسخيفه اجتنبها عالما انها تولد خصومات. نعم. طيب ايه معنى المباحثات الغبيه والسخيفه؟ لان البعض بيديها على اي حوار، وانا مش موافق على التفسير ده، ده تفسير خاطئ، لكن عايز اسمع حضرتك التفسير لكلمه المباحثات الغبيه والسخيفه. هنا الرسول بولس بيتكلم على ناس عايزين يجادلوا مش عايزين بس يفهموا. ما هو طبعا اذا بتيجي بتاخذ منطق الكرازه، الموضوع موضوع كرازي، لانه الموضوع مرتبط بافكار كرازيه. هو بولس الرسول مش قصده يدخل بامور الحياه الخاصه، لأنه يعني في أشياء بين اثنين، بين أشخاص اثنين، هذا موضوع تاني. بس هو عم يتكلم مع تيموثاوس اللي هو كان مسؤول في الكنيسة، عم بيقول له أنه ما تخليه يكون في مباحثات. يعني ممكن يكون مثلا أنا أقعد أتباحث مع أشخاص بالأمور الروحية بطريقة يعني عم بعمل أفكار غبية. يعني يعني أنا مثلا مرة كنت قاعد مع مجموعة ومعي شخص على أساس هو مؤمن. نعم. ومختبر نعمة المسيح، طلع لا مؤمن ولا مختبر كلمة المسيح. هو شاب ومتحمس. مشكلة يعني. شاب ومتحمس. ابتدى هو بده يبشر المسيحيين بالمسيح. وهو مش فاهم حاجة. وهو المسيحيين مش متقبلين إنه نحن نتكلم معهم عن المسيح. ومعهم رجل دين، قاعد يهين رجل الدين. أنا قمت عليه ووبخته بصرامة. نعم. والإنجيل بيقول وبخهم بصرامة. نعم. قال له بولس لتيتوس، قال له وبخهم بصرامة. هم بيحاولوا يكونوا متدينين أو بياخدوا صورة تدين يعني. لأنه كان كتير صليط اللسان. وعامل حاله مؤمن. فأحيانا نحن بندخل بمباحثات غبية وبنحط حوارات، أحيانا بنحاول أنه نحن يعني نظهر أنه عم نبشر، بس نحن عم نهدم ونحن مش عم نبني.
نعم. فمن أجل ذلك أي شيء بتدخل فيه من خلال مثلا ممكن أنا أعمل مباحثة غبية إجي أحكي بالسياسي وجاي يبشر أنا بالمسيح، ما علاقة السياسة بالمسيح مثلا؟ بيطلع بالنتيجة من غبائي أنا، تنفترض بلبنان الأحزاب متخاصمة، بيجي أنا بطلع مع حزب والشخص اللي عم بشره مع حزب تاني، مش هيقبل منه، مش رح يقبل منه، حيكرهني. صحيح. والحزبيين عادة ما بيتقبلوا، بيبقوا متشنجين جدا أكثر من الطائفيين، خصوصا في لبنان. في لبنان، في لبنان. فمن أجل ذلك أي فكرة بحث في يعني فكرة غبية يعني أنا عم بتقدم بطريقة أو حامل سلاح زي ما تسموه اسمه سلاح البحث الغبي، هذا الشيء رح يهدمني ورح يعمل لي مشاكل ويهدم السامعين. وياما في ناس، ياما في ناس غلقوا على أنفسهم وما سمعوا رسالة المسيح بسبب جهل الشخص اللي عم بيقدم الرسالة. صحيح. وأنا بتقالي لما درست الآية دي بتاعت الرسول بولس تكلم عن البحثات الغبية، لقيت إن في ناس بتتكلم عن الأطعمة، دي أطعمة طاهرة ودي أطعمة غير طاهرة، وعمالين يناقشوا مع بعضهم في موضوع لا يستحق ان احنا نقعد بالشريعة. بالشريعة ذكرها، هي نفسها ذكرها برومي. نعم. برومي. برومي 14 لما تكلم عن انه كان حد ياكل، يعني لا يزري من لا ياكل، لا اكل طعام. فبالنتيجه تكلم عن امور كانوا يتباحثوا باشياء كثيره، هيدي بتحل ولا ما بتحل، بس كلها فكره حول موضوع الدين والكرازه وغيره وغيره. انا برايي شخصيا مثل ما قال بولس الرسول، لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوبا. صحيح. اي بمعنى صلب لاجل خطايا، اسلم لاجل خطايانا، اقيم لاجل تبريرنا. اذا منحط ببالنا انه لا نكرز الا بالمسيح، المسيح المصلوب لاجلنا، وبعدين الباقي خلي الله يدبره، الله بيمشي الحال. حضرتك عارف التعبير الشائع المباحثات البيزنطية لما كانوا قاعدين في بيزنطة كل العلماء والحكماء والمؤسسين والقادة وبيناقشوا قضية خسرانة، الملاك نور ولا نار، وكان الجيوش الأعداء محيطة بيهم وهم قاعدين مش بيناقشوا ازاي يواجهوا المشكلة الكبيرة اللي هتهدد البلد، لا بيناقشوا قضية خسرانة الملاك نور ونار لحد ما البلد راحت. فدي بنسميها المباحثات البيزنطية التي لا قيمة لها، الجدل البيزنطي، الجدل اللي هو مش هيؤدي لنتيجة إيجابية. احنا بنناقش قضايا ليس لها قيمة وسايبين جوهر الأمور الأساسية. فهنا لما بيتكلم عن المباحثات الغبية اجتنبها، بيتكلم عن الأمور اللي هي لا طائل من وراءها ولن تؤثر في حياتنا، لكن دي حاجات جانبية وهامشية بس جدلية وفلسفية أكتر منها في أعماق الفكر اللي احنا نفسنا يأثر فينا. يعني فلما بيتكلم ابعد عن المباحثات دي، مش بيقصد بيها ان ما تناقش او ما تحاورش الاخرين. لا، ما هو اصلا يا شيخ صموئيل، حضرتك بتعرف انه مش كل انسان كفوء انه يحمل تعليم. يعني في اشخاص عندهم قابليه يتقبلوا خلاص الرب يسوع، يحبوا الرب، يعيشوا به، ما عندهمش القابليه يقدروا يعملوا يعني يكونوا زي ما تقول فقهاء. نعم. لا، في ناس خلي التعليم، خلي بيقول لك المعلم فبالتعليم. بالتعليم، صحيح. الواعظ بالوعظ، الراحم طبعا بسرور، المعطي فبسخاء. يعني المهم انه بالنتيجه كل واحد خليه مثل ما بيقولوا بشغلته. نعم. اي، فعشان هيك احيانا كثير نحن كمؤمنين المفروض يكون عندنا روح الحكمه، وين نحط الكلام ومع مين نتحاور وكيف نتحاور. اذا بيكون عندنا روح هجوميه عدائيه ما بتصيب نتيجه. صحيح. يعني خذ مثل حضرتك، مثلا عندك مكالمه شي حضرتك ولا لا؟ ما يهمش، تفضل. أوكي. ولا هسمع بعد كده. اوكي. فيليبوس بحسب يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح الاول، بيقول له لناثنائيل، بيقول له وجدنا يسوع الذي من الناصره، الذي ابن يوسف، الذي تكلم عنه موسى والانبياء. طبعا ناثنائيل بالنسبه له ما بيقبل انه يجي المسيح، اي المسيح من ناصره الجليل، لانه بالنسبه له اهل الناصره في ذلك الوقت كانوا مش كثير متقدسين، سمعتهم مش سمعت مش كويسه، وكانوا يختلطوا بالامم ويتنجسوا. طيب شو بيعمل فيليبوس بهالطريقة؟ هو عم يتكلم وعم يبشره بالمسيح. قال له بس كلمتين صغار، قال له تعال وانظر. نعم. تعال وانظر، دي أكتر حاجة حلوة، أروع حاجة. That's it. وجاء ونظر وصار رسول. يعني شوف، إذا الدعوة سهلة جدا. نعم. يا عم ما تقعدش تجادل وتناقش، تعال شوف بنفسك. نعم. تعال اسمع بنفسك. نعم. تعال اقرأ بنفسك، اللي انت سمعه او انت عارفه قبل كده ده غلط، صحح معلوماتك. نعم. وبعدين قرر انت قرارك. نعم. فدي اسلوب حلو، تعال وانظر. دي من اروع الحاجات اللي ممكن نتابعها. نعم. انا نفسي اخد مكالمه وبعدين اوريك فيديو فيه حوار ساخن مش بحبه، بس مجرد بس عشان ادي الاكستريم الثاني اللي احنا بنتكلم عليه. نعم. ناخد مكالمه سريعه من الاخ ابو مهند من الاردن. اهلا بيك اخ ابو مهند، سامعني؟
ايوه سامع. اتفضل يا حبيبي بسرعه بس من فضلك. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. تحيه محبه لكم جميعا. اشكرك. وللاخ جون نمور. اشكرك. وارجو ان لا يطول غيابه عن استراليا. الان اقول له مساء الخير، ودائما اذا اتكلم معه اقول له صباح الخير. اشكرك. مساء الخير وصباح الخير للاخ جون نمور. الرب يباركك ابو مهند. اهلا بيك. مره اتصل في ابو مهند كنا عم نشرب قهوه، قال لي عم نشرب قهوه، شربنا القهوه وهلا عم نحكي معك على الهواء. طيب كويس. ايه سؤالك؟ تفضل. سؤال المباحثات الغبيه، هل تستطيع ان مرادفه لكلمه هرطقه؟ أنا أسمع كثيرا في كلمة هرطقة، ومن أين جاءت هذه الكلمة هرطقة؟ أشكرك. أشكرك جدا. شكرا. ده سؤال. لا شكرا ليك، ربي يباركك. إيه رأيك؟ ده سؤال حلو. هل في علاقة بين المباحثات الغبية والهرطقة؟ لا المباحثات الغبية هي فكرة معينة، لكن الهرطقة هي بدعة. بدعة يعني زي ما تقول تعليم خاص. لكن المباحثات الغبية زي ما تقول أنا وأنت وأنت وأنا، أكلنا ما أكلناش، يعني ممكن واحد يتجادل مع واحد قديش لازم نلبس الكم، الكم لازم يكون لهون ولا الكم لازم يكون لهون، قديش بنطول الشعر بالنسبة للمرأة، أو يعني هالأشياء، أو إذا أكلنا بنتقدس أكثر أو بنحرم نفوسنا عن بعض الأطعمة. هاي الأشياء اللي هي زي ما تقول بتدخل أنه في موضوع أيه ما هو الأنسب. لكن احنا بالنسبة لنا عندنا كلمة الله، وكلمة الله طبعا تعلمنا وتشير علينا في الكتاب المقدس أشياء معينة. في أشخاص ما بيقتنعوا فيها. بولس الرسول لما كان عم يتكلم مع أهل كورنثوس قال لهم يعني طبعا لسنا نحن من أهل الخصام. بحسب كورنثوس الأولى 11. يعني احنا ما بنخاصمش، من يخاصم هو يخاصم لحاله، بس نحن لسنا من اهل الخصام. وليس لنا عاده في كل كنائس المسيح وكنائس صحيح. الله دي حته حلوه قوي. فنحن بنقول الكلمه وفي اشخاص ما بيقبلوها، بنقول له خير ربي باركك، انت حر، بتضل حبيبنا وبنصلي لك وبنحبك. يعني مش بالضروره نزعل مع بعضنا، ليش تنصير اعداء؟ صحيح. اللي عندك عندك واللي عندي عندي. صحيح. لما الرب بيكشف لك ما انا اراه امين، ما كشف لك امين. خلاص انا عملت الدور اللي عليا، لكن مش بزعل منك ومفيش عداوه بيني وبينك. نعم. اشكرك جدا، انا مبسوط من الحاجات اللي بتركز عليها دي، وبتلمس حاجات في غايه الاهميه لانجاح اي حوار في المستقبل، ان احنا مش ممكن نصير مع الاخر مهما اختلف معانا، مش هنكون اعداء ليه ابدا، بل بالعكس هنستمر نحبه سواء استمر الحوار او لم يستمر الحوار. فنحن اصدقاء واحباء وبشر بنحترم بعض وبنقبل بعض وبنصلي من اجل بعض عشان نستمر في يعني المستقبل. يعني حتى بولس الرسول لما بيتكلم مع تيموثاوس بيقول له مؤدبا بالوداعة المقاومين. صح. يعني انت ما تقعد اذا واحد مش عم بيوافق معك، ما طول بالك، ادبه بوداعة. حلو قوي التعبير ده. نعم، ادبه بوداعة. تقصد ايه ادبه بالوداعة؟ يعني اعمل ايه؟ يعني مش ادبه اضربه يعني. أيوه. يعني ممكن مثلا يقول له كلمتين مثلا، انه يا اخونا ما يصحش يا حبيبي، ذاك عيب، المسيح ما قالش كده مثلا. بينما واحد تاني يقول له احنا هنشوف اهو نموذج سلبي انا هقدمه دلوقتي لحضرتك، وانا عارف ما شفتوش لكن يمكن المصريين عارفينه، لكن كويس ان هسمع حضرتك اكتب التعليق اللي يناسبك حسب ما انت هتشوف. نشوف ده وضع تاني للحوارات اللي انا مش بحبها ابدا. نعم. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع بعضين. رئيس الكنيسه الانجليكانيه، فدي وظيفه لا تنفصل. اما انت هنا مش دوله دينيه عشان يبقى رئيس الازهر. يعني هم دوله دينيه؟ الملكه لها وظيفه شرفيه. أوروبا كده رئيس الوزراء عادي ممكن يبقى مسلم في اي دوله في اوروبا. بس استحاله. مش استحاله ولا استحالة. حاجه استحاله عرفيه شاورلي. لكن مش استحاله قانونيه شاورلي. فاهم يعني ايه الفرق؟ شاورلي. طيب فاهم يعني ايه الفرق؟ شاورلي. اتنين، الاقليات اللي في اوروبا هم ما انشاوش الدوله، يعني دول دخلاء على الاصل المسيحي للدوله. اما ما تقارنش المسيحيين، دول اصحاب البلد، دول اصحاب مصر. اصحاب مصر. والله العظيم تخيل، مفيش منهم ناس يعني هو شريك الوطن. قلنا شريك في الوطن، يبقى مش اقليه. فاهم الفرق اللي انت بتقوله؟ ما تقارنش على اوروبا خالص. انت هناك هاجرت لهم، الراجل ده ما هاجرش، ده صاحب البلد، واحنا اصحاب البلد برضه. وماله؟ يبقى هو يبقى رئيس. اجدادنا كانوا اسلموا. يبقى الدليل الكفاءه. يبقى الدليل الكفاءه. مفيش نص ديني اسمه رئيس جمهوريه. لا لا لا. طب قول لي النص اللي يمنع نائب الرئيس المسيحي يبقى. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين. تاني الكافرين؟ لا ده مش طبيعي. ايه تطلع الفصل؟ تأدب بأدب الحوار يا عم، انا بتعلم من ادبك. الحمد لله الحمد لله. طالما ادبك انا هتكلم كده. وصلت لك بالادب لا من قريب ولا من بعيد. انت والله العظيم ثلاثه اللي مصر كلها تشهد انت ما بتعرفش ذره ادب، ولا عندك ذره ادب ولا حمل قران ولا حاجه خالص يا راجل. احنا تكلمنا في كل العالم كله يشهد عليك الحمد لله. والله تكلمنا. لا ما تعلمش منك. تكلمنا في تكلمنا في كل شيء. الجزية نسينا الجزية. الجزية تكلمنا عنها. بيقول لك يخرجوا من الجيش. هو فاكر نفسه فين؟ انت فاكر نفسك فين؟ انت معاك الحصان بره؟
تأدب بأدب الحوار وإلا سنقتك بلساني. بلا تسبق بلا بتاع. أنا أتأدب قدر طاقتي وأتحمل قدر طاقتي. وأنا كمان ماسك نفسي قوي إن أنا أجيلك أصلا. على مثلك. ده أنا جاي على هموت. أنت هتموت والله ما يشرفني الجلوس معك. عشان أقعد معاكش أنت أذيت كل الناس. والله ما يشرفني الجلوس معك. أنت ما خليتش حد ما شتمتوش. ما يشرفني الجلوس مع أمثالي. ما شتمتوش. في واحد ما يشرفني واحد من شيخ الأزهر لعيني أي حد بس يوسف. سالي أستاذ أجب. الجزية الحدود. الجزية انت بقول لك بس سل سؤال معلش سل أجيب. معلش الجزية الحدود الحدود اتفضل ده ثواني هو اخر حاجه بس هو ما ردش بس عشان الوقت الله يكرمك هو ما ردش على الامام المتغلب بالسيف ده السؤال المهم اللي قالها رد عليه رد عليه قول لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول له الامام المتغلب بالسيف لازم نسمع كلامه يعني جابت الانقاذ لو اتغلبت على مرسي بالسلاح لازم نسمع كلام قول له ده نص نص ديني لو بان لها البلاد والعباد طب ده ايه نص عن اهو نص بس اقرا كله طب اقرا افهمه طب افهمه انت قريته غلط طب رد بس قول لي انت الصح من تغلب على حاكم ظالم ودانت مش له البلاد اي حاكم ما تقولش ظالم هو قال الحاكم طيب من تغلب طيب ودانت له البلاد والعباد وجبت له يعني دلوقتي جابت الانقاذ لو دانت ليها البلاد والعباد مفيش قتل ليها هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه قول بس لو دانت له البلاد انا مبسوط بيك جدا انت بس عظيم. يجب على الحاكم قتلها ان خرجت عليه لا سيبك من الكلام ده بقى خلاص ما هو مش هتقتله ده هيغلبوه ما تاخدش نص بقى وتسيب نص هم هيغلبوه هم هيغلبوه ما تاخدش نص وتسيب نص اياك والتدليس بس انت قلت كلام ان هم لو اتغلبوا عليه بالسيف كلام اهل العلم مش هم جابت الانقاذ اتغلبت اهي ودانت لها البلاد قلت والله لن يكون بس كده مصر اسلاميه ان شاء الله ولن يكون انا بكلمك عن كلام اهل العلم مصر مسلمه هي مسلمه غصب عنكم ده انتوا اللي هتضيعوا الاسلام منها والله العظيم اتق الله وتأدب الا سلقتك بحد لساني وانت وانا امسك نفسي قدر طاقتي انت طول النهار في السل لانك إيه تستحق هذا وانا ما عنديش لسان لا لا تصمد امامي تحت الهوى هوريك السموم تحت الهوى هوريك السموم تحت الهوى والله تأدب تحت الهوى خلينا والله ليا حذاء لا 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 والله العظيم ثلاثة امسح بيك البلاط ليا حذاء البس انت يا عيني اتدمرت للدرجة والله ليا حذاء البس هي دي اخلاقكم هي دي اخلاقكم ليا حذاء البس انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس هي دي اخلاقكم تأدب هي دي اخلاق انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها بس برافو عليك انك تمسك حذائك انا مبسوط جدا بيك رجاء عشان دليلك راح دليلك راح سلني اجيب رجاء سلني اجيبك ما خلاص بقى احنا اللي عايزينه خدناه منك انا مبسوط جدا باللي انت ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولتي حق انت ضعت شيخ محمود انت ضعت يا اخي تادب والله العظيم والله لن اسكت لك والله انت ضعت وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده بس عشان الناس ما تشوفش المنظر تحت الهوا اوعدك لحظه هوريك نوع تاني نوع تاني من الهزيمه تادب والله هوريك صدقني نوع تاني والله تادب بس تحت اول ما يطفي النور عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش قلت ايه اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام انا هوريك المعصيه في الظلام يعني متأسف أن أقدم الفيديو ده بس على الأقل صورة سلبية لحوار أنا مش بحبه بتمنى أن ده يتوقف في عالمنا العربي خصوصا وخصوصا في مصر حتى بين السنة والعلمانيين أو بين السنة والشيعة أو بين المسلمين والمسيحيين ده مش حوار ولا حتى حاجة تفيد أي إنسان لكن ده نموذج سيء للغاية وأتمنى ما يتكررش ايه تعليق حضرتك انا عارف اول مره تشوف حاجه زي كده بس ايه رايك الامر ذكرني انه بحوار الطرشان سامع فيها العباره حضرتك عباره مشهوره يس حوار الطرشان الطرشان وبذات الوقت ذكرني بما كان يحدث مع بني اسرائيل لما كان المسيح يتكلم معهم فطبعا كان المسيح بس يتصرفوا بهذا التصرف يتركهم بيقول الكتاب المقدس مثلا لما كان عم يعلن عن لاهوته انه هو الله الظاهر في الجسد قال لهم أبوكم بحسب يوحنا 8:56 نعم قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح نعم فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم فهم لازم كانوا يعني على الأقل ياخدوا يعطوا معه تيفهموا أنه هل ترى مختل إذا مختل بيطولوا بينه على أساس أنه مختل يعني حاشا أنا عم بتكلم كبشر لكن شخص عم يحكي كلام كبير وشايفينه عم يعمل المعجزات وبقيم الموتى وقدوس وكامل من كل وجه بيقول لهم قالوا له يعني أفرأيت إبراهيم فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم عفوا قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مش أنا كنت أنا كائن يعني أنا موجود فرفعوا حجارة ليرجموه الشيخ هوني رفع الحذاء الراجل يعني وعلى فكره ده دكتور كبير في الجامعه ويعني مهما يكن مش مفروض يوصل الحوار الى هذا المستوى يعني والتاني اعلامي معروف وليه راي وشخص
لكن يعني كان الاثنين يعني صعبين جدا. نعم. في اسلوب الحوار. رفعوا حجارة ليرجموه، فأما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. فالموضوع ما كملش في الحاجات دي يعني. خلص ما كلمني، لأنه بس شوف واحد، أنا ليش يعني عم تتعطل لغة الحوار، بس تشوف شخص مغلق قل له حبيبي ربي باكك، أنت مرتاح هيك ربي باكك، خلص سيب وامشي، ما توصلش لمرحلة القتل والضرب والشتايم والمؤامرات. أشكرك. يعني حاجة مؤسفة لكن بتمنى ما تتكررش تاني. نعم. خلينا ناخد مكالمات سريعة، ناخد الأخت دولة اتفضلي. طيب ناخد الأخ شانت من كندا اتفضل. ألو. اتفضل يا أخي، أهلا بيك. أهلا بيك. اسمي شانت وحكيت مع الأخت قبل هيك وحاب أشارك في برنامج. أهلا بيك، أنت على الهواء دلوقتي معايا اتفضل. تفضل اخي شانت. اوكي. الو مرحبا. مرحب بك يا اخي، انت على الهواء معانا تفضل. ماشي اوكي. شيخ سموال كيفك حبيبي؟ نشكر ربنا، كيفك انت؟ نشكر يسوع. الحقيقه الموضوع كثير حلو والرب يباركك ويبارك حضره الاسيس صيفك. اشكرك. انا حاب احكي اذا تسمحوا لي بنقاط عن عن الحوار البناء خليني اسميه. اتفضل. ومواصفات هذا الحوار لانه فضل. وبعدين بدي اعقب عن المباحثات الغبيه. تفضل. انا بصراحه بشوف اول شرط من الحوار الناجح هو انه تفتح قلبك للمحاور، انه المحاور اللي بيسمعك لازم يلمس فيك المحبه، المحبه هي اللي المفتاح اللي تغطي على كل شيء. لو انا بحاور انسان ويحفني الحقد والبغض، هذول الاثنين ما بيفتحوا لا عقل ولا قلب ولا اذن، فانا بقطع الطريق من اول الحوار مع المتحاور. يجب المتحاور يفهم اني انا بحبه، اني انا قلبا وقالبا معاه. الشيء الشرط الثاني انه استخدم لغه مؤذبه، كلمات اللي بيها شتايم وتسباب وتشهير زي ما شفنا بالمقطع اللي قبل شوي. نعم. وبي كلمات جارحة أو كلمات هدامة، هذه ما تبني حوار ولا تقيم حوار، بالعكس تقيم عداوة وتقيم. نعم. بغضاء ما بين الطرفين. نعم. المفروض المحاور مع الشخص الآخر وخصوصا مع أخونا الحبيب المسلم ينبغي أنه نستخدم لغة رقيقة لينة أو كمان مفهومة. ما بدي استخدم مع الاخ المسلم كلمات لاهوتيه هو ما بيحسن فهمها. نعم. بدل ما بقول للتلاميذ خليني اقول الحواريين مثلا. نعم. خليني اقدم له الموضوع من وجهه نظره هو يفهمها هو. الشيء الرابع بدي احترم اللي بيقيم معايا حوار، لانه الاحترام الشخص الاخر بيجبر الاخر ايضا على احترامي. صحيح. مثل ما انا بحترمه. صحيح. في حديثه في حواره. صح. بيجبر هو ايضا ان يحترمني عندما اقيم الحوار. نعم. معه، وهذا. نعم. اللي بيعزز لغه ادب الحوار. نعم. المفروض المحاور برايي انه يكون عنده عقل بارد، اعصاب بارده، ولازم احط انا في بالي كمحاور اني لو انا متشنج فالمحاور المتشنج اوريدي هو مهزوم، حتى لو كان بيقول الكلام الحقيقي الكلام الحق يعني، لانه طريقه القاء الكلام طريقه توصيل الفكره تاثر. الحقيقه احنا كشرق اوسطيين ما عندنا لغه الحوار، وهذه مع الاسف نفتقدها يعني في تعاملاتنا. الحوار ما ممكن ما ينتهي بجلسه وجلستين، ممكن انا احاور شخص وما نوصل لشيء، لكن على الاقل في الحوار او في المقابله الاولى نقيم جسور ما بيني وبينه، ممكن نقيم علاقه صداقه ومحبه وموده. مش انه انا مختلف بالعقيده او بالدين هذا معناته انه هذا الشخص عدوي، وهذه فكره خاطئه. احنا كشرق اوسطيين شوي ما نتمتع بها، نتقبل الآخر شو ما بيكون. هو طبعا الحوار الهادئ والأدب في الحوار هي اللي بتخلي الشخص تغري انه يقيم حوار معك لمدة اطول او لوقت ثاني او في مكان ثاني. بصراحة ايضا المحاورة الغبية هي اللي بتستند على امور
ليست في صلب الموضوع. المباحثات الغبيه مثلا الانساب، واحد يقول لك مصري سوري عراقي لبناني سعودي او عربي كردي، انا بتكلم كعراقي يعني. أيوه. عندنا قوميات مختلفه، ادخل في نقاش عن القوميه وكردي وعربي وتركماني، او ادخل في قوميات اخرى، يعني هذا النقاش مش ما راح يبني. كمان اذا اتدخل في امور ثانويه، مرات كثيره بالحوار مع اخونا الحبيب المسلم يجرنا الى امور ناموسيه، انا اللي يهمني اوصل المسيح بمحبه، انا ما دام سفير المسيح يا شيخ صامويل، نعم. فانا رسول انسان محب، نعم، واعظم محب، نعم. فالمفروض تطغي هذه المحبه في حواري مع الشخص الاخر. صحيح. اللي اريد اقوله استاذي الحبيب صامويل، ممكن نختلف مع اخونا الحبيب المسلم في امور كثيره، لكن في حوارنا معاه اللي تسود المحبه اكيد هو راح يسمع، وراح يسمع ايضا الافكار يمكن هو ما سمعها. نعم. وبعدين شيء اخير، السامريه لما تكلمت مع المسيح حاولت ان تجره الى حوار او الى مباحثات غبيه، قالت له اشوف انه انت يهودي وانا سامريه، وينبغي على اليهود انه ما يكلمون السامريين، وانت رجل وانا امراه، يعني هي وضعت كثير من العوائق قدام المسيح، المسيح اوريدي تخطاها وكسرها. فالمسيح احلى جواب من عنده لها قال لها الحق اقول لك لا على جبل جرزيم ولا على اورشليم، وانت مش فهمان الوضع، لا مساله يهودي ولا مساله سامري، المساله انه انا اجيت حتى اخلص العالم. نعم. والسامريه هذه لما عرفت حقيقه المسيح واكتشفتها هي بنفسها من غير ما يعلن لها، هو بس كشف لها الواقع المر اللي هي عايشه به. هذه المرأة اللي كانت خجلانة ورايحة الساعة 12 الظهر إلى البير، واللي يعرف اللي يأخذ ماء من البير بيعرف أنه ماء البير بتصبح عكرة من كثرة الناس أما بيأخذوا منها، لما أنت تروح آخر الناس بتأخذ الماء العكرة، وهذه نتاج الخطية أنه نشرب الماء العكرة. فهذه المرأة اللي كانت خجلانة من الناس ومن النساء المدينة، ومش عشان تروح يعني لحالة من غير ما تسمع تجريح من عندهم، هذه هي نفسها تركت جرتها ونزلت الى الناس قالت لهم تعالوا وانظروا. نعم. رجلا قال لي كل شيء فعلته، يعني هي الشيء اللي كانت خجلانه منه، بس لما التقت مع المسيح يلي خجلانه منه وتواجه به الناس هو نفسه اول شيء حكت به معاهم. معك حق، اشكرك. انظروا رجل اشكرك قال لي كل شيء انا سويته. أشكرك. واللي هي اساسا تخجل انه تواجه الناس. اشكرك جدا جدا يا اخ شنت، افدتنا وقدمت أفكار عملية رائعة وأسريت الحلقة بمداخلتك. شكرا ليك جدا، وأنا مبسوط سمعت صوتك وكتبت النقاط الحلوة اللي حضرتك تفضلت بيها لينا، وكان نفسي أسمع منك هل بتوافق على الحوار المسيحي المسيحي ولا عندك تحفظات؟ من 10 دقائق راحت جابت كل أهل السامر للمسيح عشان يسمعوا. يبقى أنت مش سامع سؤالي، صح يا أخ شنت؟ سمعني؟ أخشان سمعني؟ أشكرك جدا. أنا بتكلم على هل في إمكانية إن إحنا نقيم حوار مسيحي مسيحي، إيه رأيك؟ ده أكيد، وده حاجة رائعة جدا. أشكرك أستاذي الحبيب شيخ صامويل. نعم. ده أكيد الحوار المسيحي المسيحي، أنا شخصيا أما قمت حوار مع أخوة، أنا من الطائفة الإنجيلية، لما أقيم حوار مع أخوة أرثوذكس وكاثوليك لمست أشياء أنا أساساً كنت ما فهم هم شو بيقصدوا بيها. نفس الشيء بالنسبة لهم، هم كمان رح يفهموا أشياء أنا بعنيها أؤمن بيها، هم أو ماخذين فكرة غلط عنها. لما قعدنا في حوار حبي حكينا عن هذه الأمور، لمست التغيير بيهم، لمست حتى هم أول ما بدوا كانوا شوي يعني نرفز شوي متجنبين أنه يحكوا مع واحد إنجيلي، لكن بعد ما حكيت عن فكر الكنيسة الإنجيلية وعقيدة الإنجيليين ابتدوا شفتهم كثير أليان مما بدينا، ولما تقاربت الأفكار سادت جو المحبة. شكرا.
صح ما يعني حكينا في كل المواضيع في لقاء واحد، بس على الاقل دي كانت بدايه يعني. الملفت شيخ صمويل انه هم بعد ما يعني خلصنا الحوار وهيك هم شكروني لانه اقمنا هذا الحوار، وهذه كانت يعني شيء لمسني كثير انه هم كانوا يعني بيشكروا، كانوا ممنونين انه قمنا حوار وفهمتهم شو الكنيسه الانجيليه بتفهم. شكرا. وشو بتؤمن وشو عقيدتها. اشكرك جدا، صراحه كانوا فاهمين صوره غلط عن هذا الامر. اشكرك جدا جدا، ربي يبارك حياتك، وبنحب نسمع منك باستمرار. ناخذ الاخ ايمن من فرنسا، تفضل اخ ايمن. الو، مرحب بك اخ ايمن، كيف حالك؟ مرحبا شيخ صمويل، وحشتنا. وانا طيب. الله يخليك، اهلا بك. شايف صداقة شخص مسلم بنحب بعض. عجبني موضوع الحلقة، وأنا أتوجه بالشكر للقس جون نموه في البداية، في بداية الحلقة حكى كلام رائع يجب أن نتعلم منه المبشرين، حكى كلام بما معناه أن المسيحية لم تكن قائمة في يوم من الأيام على هدم أو شتم في الأديان الأخرى مهما كانت. صحيح. استشهد المسيح والمرأة السامرية. صحيح. لم يقم المسيح بالتجريح في المرأة السامرية، بل حتى سمحها كما فهمنا منكم بأسلوب حكيم. حتى الغربان لما جابوا له المرأة الزانية لم يستخدم المسيح اسلوب الفضائح. عندما انا اقرا في الاناجيل اجد حتى يستخدم الفاظا جدا، كما اقول التجريح في الاديان الاخرى وخصوصا الاسلام من قبل بعض المبشرين والمتداخلين وعلى راسهم الحمى الزكريا لم يكن ابدا اسلوب السيد المسيح. تستطيع اثبات كما قال القس بالمحبه، اثبات الثالوث بالمحبه، إثبات المسيح وصلبه وقيامته، وأنكم لا تعبدون إلا إله واحد دون تجريح. سؤالي لكم، ما هو موقفكم بعد أن ثبت، وأنا أقرأ الأناجيل يوميا، ثبت أن المسيح عليه السلام لم يقم بتجريح أي ديانة كانت قبله، حتى مع اليهود، حتى لما حصل مع باعة الحمام في الفيلم، لما شفت الفيلم مع باعة الحمام قام برد بأسلوب رائع على العشرين ولم يقم بمهاجمة الديانة اليهودية. فأنا أعتبر القمة الزكريا في البحيرة المتقدة من النار هو ومحو، لأنه في قناة بين انهار شفاف. بص يا أخ أيمن، أخ أيمن، أخ أيمن، ولم يكن اذهبوا واشتموا في الأمم. طيب ما دلوقتي حضرتك يعني يا أخ أيمن، أخ أيمن اسمعني من فضلك. لا لا، يعني دلوقتي أنت دلوقتي بتجيب سيرة إنسان مش موجود معانا، وده شيء مش صحي منك. لما يكون موجود معانا اتكلم معاه زي ما انت عايز، او اتكلم معاه في القناه زي اللي هو بيتكلم فيها زي ما انت عايز، لكن ما تقولهوش كلام من خلال هذا البرنامج. انا بعتذر للقوم زكريا بطرس على ما ذكره الاخ ايمن، لان انا من وجهه نظري ان هو بيقدم حوار قوي مع المسلمين، مش بغرض التجريح لكن بغرض التوضيح. لكن ده فرق كبير قوي بين الاثنين. لكن انا كمان خليني اوضح نقطه كمان مهمه جدا. اتفضل. طبعا الاخ ايمن الرب يبارك، وهو بيتصل فيه ببرنامجي على برنامج اكل من راي، اصدقاء كمان ونحن شوي اصدقاء كويس. احيانا بتحمى بيناتنا واحيانا بس هو يعني انا بفرح فيه لانه بيفتح لي احيانا مجال بيفتح لي يعني، بس يتصل فيه بيعطيني ماده للحوار ايضا. فالرب يباركك يا ايمن، وان شاء الله الرب يسمح نتعرف عليك وجه لوجه يعني شخصيا. لكن موضوع المراه السامريه اللي حضرتك اثرته واللي انا جبته واللي عم تستخدمه كما لو انه بس موضوع محبه، نعم، لكن المحبه اذا انا بحب الشخص وهو راح يوقع عن الجبل، تنفترض بنسميه نحن باللبناني شير، بتعرف بسموه شير، هل هسيبه اتركه يعني؟ فانا لازم اقول له يا فلان يا فلان انتبه هتوقع وتموت. فالمسيح ايضا بذات الحادثه بيوحنا 4 مع المراه السامريه واجهها وقال لها كان لك 5 رجال 5 ازواج، يعني واجهها، حط الموضوع وحالتها وشرح لها انه انت بوضع مش مناسب، انت بحاله خطره يعني خطره. نعم. فما بيمنع انه يا اخ ايمن يا حبيبي انه نحكي مع الاخ المسلم ونقول له اذا بتبقى على المنوال ذاته وماشي في خطر عليك، في خطر عليك، انت محتاج ولا للمسيح. مش بشتمه ولا بزعل منه ولا بكرهه، لكن انا بحذره. نعم. فكتير مهم انه نحط الحوار نعم بالمحبه، مش بالشتيمه ولا بالاهانات ولا بالاغاظه، لانه في ناس بيحاول يحاورك ويعمل لك حركات يعني بنسميها باللبناني زكزكك. yeah. ايه لا، نحن بنعمل بنحكي الحقيقه، بس بذات الوقت هذه الحقيقه مصلحه ومملحه بملح. لا، كان نفسي اعلق على محمود، الدكتور محمود شعبان والاخ اسلام البحيري، وهما بيتناقشوا في حوار اسلامي لكن بيستخدموا الفاظ واسلوب واهانات
غير سليمة. احنا بنقول ان احنا نشجب اي حوارات لا تحترم الاخر وتهاجم الاخر. ناخد مكالمة اخرى من الاخت سلوى من فرنسا، اتفضلي. اخت سلوى معانا؟ الو، اتفضلي يا اختي. الو، مساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا. اسمح لي اولا ان ابدا ببعث ايات، وبعد ذلك اتاسف سؤالي. تفضلي. وان قال عيسى بن مريم لبني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذبا. وآية أخرى تقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، سورة البقرة. أفتطمعون أن نؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه. أولا بدأت بهذه الآيات من سورة البقرة لسؤال بسيط. أنا بطبيعة مسلمة، أهلا بك. يعني لم أحاول يوما ما أن رغم أني أعرف عيسى بن مريم وأؤمن بالمسيح عيسى بن مريم الموجود في القرآن في سورة مريم وفي سورة آل عمران، ولكن لم أفكر يوما بأن أعرف عن الدين المسيحي أو أن أتساءل. في الفترة في هذه الفترة هناك، أنا مقيمة في فرنسا طبعا، هناك قناة مسيحية صراحة أثارتني كثيرا واستفزتني لأقصى درجة. هذه القناة مختصة بشكر الرسول وقصر الرسول وقصر القرآن والشتم في القرآن، ويوميا يأخذون القرآن ويقرؤون الآيات، وأنتم تعرفون تعرفون جيدا أن القرآن لا يقرأ آية، لأن من الممكن أن أي إنسان يقرأ آية من القرآن يحرفها في الاتجاه الذي يريده. هم يفعلون هكذا عندما يريدون أن يؤكدوا أو يوثقوا أن الإنجيل والقرآن موجودين يقرأوا آية صغيرة، وعندما يريدون أن يشتموا الرسول يقرأوا تعرفون آيات الحرب وآيات القتل وآيات قتل الكفار و يعني فتنة. يعني صدقني أثارتني ونرفزتني، وبصراحة أنا مستغرب كيف تكون قناة مثل هذه وهي قناة فاتي. و يعني صراحة كل من يعمل بها من النوع الذي يحاول الذي مجند في درع الفتنة وكذا. المهم حاولت أن أتابع كثير من القناة من القنوات المسيحية. صراحة أنا متأكدة أن هناك تحريف، وأن كتاب المقدس تقريب ليس هو الكتاب الذي نصدق، لأن هناك توراة وإنجيل منزلة من الله مثل القرآن. احنا في القرآن وأوحينا لك يا أيها النبي ويستفتونك إن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني واضح أنه هل تسمحي أن احنا نقيم معك حوار؟ نعم. هل تسمحي أن نقيم معك حوار؟ نكمل. مش معقول حضرتك طرحتي عدة أسئلة يا أخت سلمى. مش معقول يبقى أحلى الحال. يعني القرآن معروف أنه منزل من السماء. في كتاب مقدس، أنا ما عنديش كتاب مقدس، ما عنديش، لأنه يعني أغلبيتهم اللي نشوف في البرامج المسيحية يأخذون مقاطع، يعني مقطع من لا أعرف من قال بولس، لا أعرف قال كولس، لا أعرف قال لوقا يوحنا. أولا من أين جاء هذا؟ إذا كان سيدنا محمد يعني متنبأ من عيسى عندما قومه اتخذوا العجل للعبادة ذكر في عيسى، وعندي مكتوب. طيب انا بسألك، هل حضرتك تقبلي ان احنا نتحاور معاكي فيما قلتيه؟ اوكي، اشكرك. رغم ان الصوت بعيد نوعا ما، هنحاول نخلي الكنترول روم يعلي الصوت عندك عشان تسمعي. هل قرأتي اي نسخة من الانجيل؟ هل قرأتي الإنجيل؟ لا، لم أقرأ الإنجيل. يعني طيب لما تقولي سورة البقرة وإن عيسى قال فيها كذا وكذا، أسهل حاجة على حضرتك كمسلمة إنك ترجعي للإنجيل وتقرأي ما جاء في الإنجيل، صح؟ دي أول الإنجيل يعني الإنجيل
إنجيل أغلب المختارات في الأقوال مختارة من بولس أو لوقا أو لا أدري، يعني المفروض إنه أي كتاب سماوي أو إلهي يبدأ بالأوحينا، يعني هناك لغة مباشرة بين الرسول أو الوحي. يعني عايز حضرتك تاخدي فكرة صحيحة عن الإنجيل، مش هينفع في البرنامج، لكن على الأقل حضرتك تشتري نسخة أو الكارما تبعت لك نسخة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية هدية، وحضرتك تقرأي وبعدين تشوفي ما جاء في الإنجيل، هل ده المعلومات وصلت لك صحيحة ولا لا. دي أول حاجة، ما ينفعش تحكمي على الإنجيل من غير ما تقرأي الإنجيل، عندك معلومات خاطئة عن الإنجيل وبتحكمي عليه من غير ما تقرأيه. فالقنوات اللي حضرتك بتتكلمي عنها بتحاول تساعدك تعرفي ما جاء في القرآن وإيه اللي فيه صحيح وإيه اللي فيه غير صحيح. ويمكن سمعتي في قنوات أخرى إن في نسخ مختلفة في القرآن، أي قرآن فيهم هو الصحيح. مش ده موضوعنا النهاردة، لكن على الأقل إذا عايز يكون في حوار لابد أن تقرأي الإنجيل حتى تعرفي من المصادر. ما ينفعش تحكمي علينا من غير ما تقرأي الإنجيل. حاجة تانية المهمة اللي أنا عايز أقولك عليها ومن خلالك أقول لكل إخواتي المسلمين المتابعين، حضرتك بتقولي إن أنت بتؤمني بالمسيح عيسى. بصراحة حضرتك بتقولي أنا أؤمن بالمسيح عيسى، صح؟ أكيد المسيح عيسى. لا، اللي حضرتك بتؤمني بيه مش هو المسيح اللي احنا بنتكلم عنه، ده مسيح آخر. القرآن كتب عنه بطريقة أخرى غير المذكور عندنا في الإنجيل، فهو ليس المسيح الذي نؤمن به. فإذا أنت حضرتك عايزة تؤمني بالمسيح عليك أن تقرأي ما جاء في الإنجيل عن المسيح. الحاجة الثالثة المهمة إن كل المسلمين مطالبين بأن هم يقروا التوراة والإنجيل والقرآن ويؤمنوا بالتوراة والمزامير والإنجيل، ما ينفعش يأمنوا بالقرآن فقط، فلازم يقروا أو لازم يعرفوا أو لازم يشوفوا ربنا قال إيه من بداية الخليقة. لكن أنت تحجزي نفسك بس في القرآن دي مشكلة صعبة للغاية. لكن المهم عندي عشان أختم معاك، لأن في ناس كتير على الخطوط وعايز أخد أكبر كمية من المكالمات. هناك أنا هسألك سؤال أخير، بس سؤال أخير أسمعه منك. ما أنا هسمع لك. لأنه قصة سيدنا إبراهيم، إحنا سيدنا إبراهيم هو بني الكعبة، هو الذي بنى الكعبة، وسيدنا إسماعيل، وإحنا نؤمن بسيدنا إبراهيم. القناة هذه يعني تحاول تجيبها بالشغل صورة سيدنا إبراهيم، إنه ما لم يبني الكعبة، وأنه لم يذهب إلى الصحراء، وأنه رحل إلى مصر، يعني تشويه كامل. حتى قصة سيدنا يوسف اللي يحكيه فيها في الكتاب المقدس كلها تشويه كامل، كل الأنبياء صراحة تشويه كامل. احنا قدمنا في هذا البرنامج من حوالي سنة أو أكتر مقارنة بين قصص الكتاب المقدس وقصص القرآن. ممكن ترجع للبرنامج هتلاقي كلام عن إبراهيم في التوراة وفي القرآن، وإيه وجه الاختلاف وإيه وجه الشبه بين الاتنين. لكن أنا كمان عايز أكد لك إن إبراهيم ما راحش مكة وما بناش الكعبة. ولو في أي حد من المشاهدين عنده أي أدلة ممكن نعمل حلقة خاصة عن بناء الكعبة ونسمع إذا كان في أدلة تثبت إن إبراهيم راح بنى الكعبة أو لا. مفيش أي دليل يثبت. طيب بس أنا إيه اللي يثبت لي إن الكلام ده صحيح؟ أنا عايز أدلة أثرية. يعني أنت لا تؤمن بأن القرآن منزل من السماء؟ لا طبعا لا أؤمن. آه. مفيش دليل. إديني دليل إن هو منزل من السماء. إيه الدليل؟ أوكي. إيه الدليل اللي حضرتك ممكن تقدمه لي يقول لي إن القرآن منزل من السماء؟ فأنا غصب. ايه الدليل موجود فيه انه الله ربي الخالق خلق الكون موجود فيه. يعني هو التوراة فيها ان الله خلق الكون. انا هقول لك حاجه بسيطه وفكري بيها ومره تانية نكمل، او لو حبت سيبي تليفونك وبعد كده نتصل بيكي بعد البرنامج. لما انا اقرا في التوراه ان الله خلق ادم وخلق ليه زوجه واحده اسمها حواء، ده اللي ربنا عمله. وبعدين يجي في تكوين 2:24 ويتكلم عن رجل واحد وامرأة واحدة، يبقى التعليم الموجود في التوراة متطابق مع النموذج اللي صنع الله. ولما اجي اقرأ في الانجيل بحسب البشير متى اصحاح 19 المسيح بيقول من البدء خلقهما ذكرا وانثى، يبقى ايه ده النظام اللي ربنا عمله. ولما اجي اقرأ في القرآن يقول لك مثنى وثلاث ورباع وملكت ايمانكم، اقول مش ممكن يكون ده كلام ربنا، لان ده فيه اختلاف. ما كان عمل له 4-5 وفي الجنة. لا هناك ايات تبين انه هو الله
الذي كتب القرآن، إذا لو مستعد ممكن يعني. خلاص أنا أتصل بحضرتك بعد البرنامج وأسمع منك، لكن كويس ان حضرتك نسمع منك، وبنقول اهلا بيكي، نرحب بيكي في الحوار. أوكي. والحوار ان احنا نسمع بعضينا. واشكرك جدا يا اخت سلوى، ربنا يبارك حياتك ويساعدك تصلي الى الحق وتعرفي الحقيقه. شكرا جزيلا اخت سلوى. ناخد الاخت دوله، اتفضلي. معلش يا اسيس في مكالمات سريعه. لا نشكر اب، نشكر اب، اتفضلي يا اخت دوله. حلو انه الناس تعبر عن رايها. نعم اخت دوله معانا، سمعانا. ايوه اهلا يا شيخ سمير. اهلا بك، اهلا بك. ازيك يا قسيس جون؟ ربي يباركك يا اخت دوله. انا عايز اقول للاخت سلوى دي، اقول لها قبل ما تناقش المواضيع دي كلها اقري الانجيل كويس في الاول وبعدين اتناقش. كل كلامها مناقض مناقض من اللي بتسمعه من الشيوخ. غلط غلط كلامها كله. دي نمره واحد. نمره اثنين يا شيخ صمويل، حتى المباحثات بتاعت الاسلاميين فيها مشاكل وفيها مباحثات غبيه وفيها تناقضات، واحنا شفنا المقطع اللي حضرتك حطيته قدامنا. احنا عندنا كده، احنا لما بنقعد نتناقش مع حد اول كلمه يقولها لك انت انجيلي، انت ما انت مش ارثوذكسي، انت مش عارف ايه، انت مش بتؤمن، تكون انت عايز تقول لهم حاجه ثانيه عن محبه المسيح، عن خلاص المسيح، يدخل لك على طول بحاجه ثانيه. لا لا لا، انت انجيلي. هو ده عدم نضوج يا اختي دوله، يا اختي دوله غير الكلام خالص خالص. دي المباحثات الغبيه اللي اتكلم عنها بولس. ما احنا بنتكلم، احنا عايزين نغير. اعرف شيئا واحد الا المسيح واياه مصلوبا، ده اللي احنا كلنا بنؤمن بيه وكلنا بنتكلم عليه. المباحثات الغبيه كثيره يا شيخ صمويل. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، ولا تقدر تاخد حق ولا باطل ساعات مع ناس. انت عارف ان في كندا يوم 21 22 23 في نهضه كبيره هتكون مباحثات ومناقشات بالكندائيه الارثوذكسيه، هيتكلموا من كل الطوائف، انجيليين ارثوذكس كاثوليك، لماذا انا مسيحي، جايبين ناس شيء حلو من أوي. كل الطوائف هتتكلم عن الموضوع ده. انا فرحان الموضوع ده، نتعشى انهم يوصلوا لمفهوم رائع، وان المناقشات ما تكونش غبيه وما تكونش فيها اي تناقضات ولا كده. امين، ربنا يبارك. شكرا جزيلا، ربي يباركك. ناخذ الاخ يوسف من الينوي. الحمد لله بالسلامة يا أخي يوسف. أخي يوسف معانا من إلينوي. مرحبا الشيخ صمويل. مرحبا حضرتك. شلون صحة؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ لله الحمد. الأخ جون نمور شلون صحة؟ نشكر ربنا ويحفظك. بالنسبة للأخ من الأردن اللي سأل سؤال عن أبو مهند الهرطوقي. إذا ترجم الهرطوقي للعربي يصير زنديق أو كافر. وهي كلمة لاتينية يستعملوها بالانجليزي، بالفرنسية نفس الشيء، H E R E T I C. نعم. هرطوقي هي هيراتك مو عربية. نعم. يعني زنديق يعني كافر. نعم. أما بالنسبة إلى أيمن وبالنسبة إلى سلوى، سلوى أنت ما قارئ إنجيل وما تعرفين إيش تقولين، أنت تخربطين. وبالنسبة لك أيمن ذا تعرف هذول مسيحيين كفرة. وليش تدعيش فيهم؟ اثنين، أنت تقول الإنجيل والقرآن والإنجيل والقرآن. أنا أقول لك شيء واحد، أنت وسلوى تؤمنون بأنه القرآن منزل وما به أي تحريف. أسألك سؤالين أرجو أن تجاوبوني الأسبوع الجاي. واحد، القرآن ما به أي تحريف. اللي نقط اللغة العربية هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا بعد محمد بحدود 80 سنة. نقط اللغة العربية، واللي حرك اللغة العربية هو أبي الأسود الدؤلي. شد وضم وفتح وكسرة. يعني القرآن اللي نزل على محمد ما كان منقط، نقطه حجاج وحركه أبي الأسود الدؤلي. هذا تحريف خطير. يعني القرآن ما كان مكتوب باللغة العربية، كان مكتوب بلغة ثانية، اللغة الآرامية، مثل ما قال الدكتور بيون اللي أخذ من صنعاء قرآن، أقدم قرآن 70 سنة. اثنين، أنت قلت القمص الزكريا، هيك قمص انت يوم الاربعاء شفت هذا المسلم اللي طلع بالتلفزيون واحد ابن الشارع قال له القم زكريا كلب ابن الكلب، ليش ما طلعت تحكي لو هاي انساها، هاي ما بيها شيء. ثلاثه، قبل كم يوم واحد يهودي حرق طفل، واليوم مات ابوه قبل ثلاث اربع ايام مات، هو طفل عمره سنه ونص. انا ما ايد قتل اي انسان. اشكرك ولا يعجبني اذا كان مسلم مسيحي يهودي طابش ما كان. هاي انتم شفتوها، بس ذبح طفل بكنيسه السيده نجاه
على المذبح عمره 4 سنوات، هاي ما بيها شيء. انت قاعد في فرنسا ذات الله، شوف لسانك ايش قد طويل. بس طرد المسيحيين من الموصل ومن سوريا، هاي مشي. بس اذا انت لم تخجل ولم تستحي فكن مسلما. وصدق المتنبي حينما قال اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان اكرمت المسلمه تمرده. يعني هل ده حوار يا اخ يوسف؟ يعني انت كده بتخلينا نقفل الحوار، ولا ده نفسنا نتعلم ان احنا نتقبل الاخر وطريقه تفكيره ومدى مستوى فهمه ونحاول نقوله من غير ما نهاجمه؟ فانت قلت حاجات حلوه عن الحجاج وعن ابو الاسود الدؤلي ودورهم في القران، يعني فكره حلوه. يمكن الاخت سلوى اول مره تسمع الكلام ده، خليها تفكر. لك لو انت قلتها لها بطريقه فيها هجوم عليها او على ايمن، هيخافوا منك ومش هيسمعوا ليك. انا نفسي حضرتك تلاحظ الحاجات دي، قدم المعلومات القيمه بتاعتك بس بطريقه اكتر هدوءا بدون ما تهاجم بيها الشخص الاخر، حتى لو اساء الينا احنا بنتحمله وبنتقبله. ناخد الاخ محمد من الاردن، اتفضل. اخ محمد اهلا بيك. اخ محمد تسمعني في الاردن؟ اهلا بيك، اتفضل. اتفضل يا اخي. يلا يا اخي اتفضل، انا عايز اسمعك، اتفضل. انا مش شايف اسمي على الشاشه. لا، اسمك على الشاشه وصوتك مسموع، اهلا وسهلا. سؤال محدد من فضلك. اتفضل. لماذا لا يعترف النصارى او المسيحيون بانجيل بالمعبر؟ سؤال حلو. انا عايز سؤال واضح، اجابه واضحه. حاضر، ابعت لك حلقه كامله عن انجيل برنابا، رغم ان احنا ناقشنا الموضوع ده، لكن عشان خاطر حضرتك غالي علينا نعمل موضوع كامل عن هذا الامر، واقدم لك 50 سبب بيخليني ارفض انجيل برنابا الذي كتب في القرن ال13 الميلادي، ومعانا ما يثبت ذلك وليس له علاقه بالانجيل بتاعنا على الاطلاق. لكن اشكرك لانك انت طرحت هذا السؤال، وبما انك انت ما سمعتش اي اجابه قبل كده، اوعدك ان احنا نقدم لك اجابه كامله عن انجيل برنابا. لكن كمان خليني اسالك، هل قريت الانجيل اللي بين ايدينا؟ ابعد عن التلفزيون من فضلك. اخ محمد ابعد عن التلفزيون. اخ محمد خلاص نقفل الخط عشان هو مش سامعني او مش متجاوب معايا. ناخد الاخت لونا، اتفضلي اخت لونا. اخت لونا اهلا بيكي. جناب الشيخ صمويل، سلام المسيح لك. سلام المسيح لي جناب القسيس جان، اللي ربي بيباركنا دايما وبيسرينا بزياراته وبكل برامجه، احنا متشرفين جدا بوجوده. ربي يباركك. كتر خير، ربي يبارك حياتكم. انا عاوزه اشكر حضراتكم على ماده هذه الحلقه اللي بتعلمنا اركان الحوار المسيحي الاسلامي تبعا للمثال اللي قدمه لنا المسيح بنفسه في لقاءاته الفرديه، خاصه في انجيل يوحنا مع أشخاص ما كانوش في الرب، فكان فعلا هو خير مثال لخدمة البيرسونال إيفانجيليزم أو العمل الفردي مع الأشخاص البعيدين. لكن أنا عندي ملاحظة أننا لما بنقيم حوارات مع الأحباء المسلمين، يعني أي نقد بنقدمه بيؤخذ على محمل الهجوم من معظمهم يعني، وبيزعلهم يعني، فهم يعني لا يرون في النقد إلا هجوما، في حين أن كل طرف يعني من طرفي الحوار له حق النقد للآخر، طالما أن الحوار أكاديمي وبيقوم على توثيقات معتمدة تراثيا وتاريخيا. صحيح. يعني عايز أقول أن المسيحية نفسها تم انتقادها على مدار سنوات طويلة، وكذلك كل المعتقدات وكل المذاهب، لكن المسلم حساس شوية أو حساس كتير من جهة الحوار المسيحي الإسلامي. صحيح. وبيصدروا دايما الدرع الواقي اللي هو الآية القرآنية اللي بتقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا أن تتبع ملتهم. فياريت حضراتكم تركزوا يعني إزاي نشيل هذه الحساسية المشوبة بالحذر الشديد من جهتهم، والفرق بين الهجوم والنقد. ربي يبارك حياتكم وشكرا لكم. أشكرك لأنك لمست نقطة حساسة وقلت حقيقة مهمة، أن إخواتنا المسلمين لحد النهاردة مش قادرين يتحملوا النقد، ولما البعض بيهاجم أبونا زكريا عشان هو بيقدم حاجات فيها نقد للإسلام فبيعتبروا ده تجريح وده شتيمة، مع أن الراجل ما بيشتمش حد ولا بيجرح حد، لكن هو بينقد.
بينقد بدراسة أكاديمية بحثية رائعة، لكن الناس مش قادرة تحتمل الأسلوب النقد إن هو مش متعودين. وعشان كده أنا قلت يا سيد جون، هل نقدر نقدم نماذج لحوار مسيحي مسيحي، سواء مسيحي مذهبي أو مسيحي طائفي، عشان نقول للناس إحنا عندنا اختلافات في تفكيرنا مع بعضنا في الإنجيل، لكن ما فيش معنى إن إحنا نتحاور ونحترم بعض ونقبل بعض ونبني بعض، مش نجرح بعض. دي نقطة غاية الأهمية، وأشكرك يا أخت لونا لأنك شاورتي على حتة ما ذكرناهاش خالص النهاردة، حساسية المسلم في أي موضوع. يمكن الأخت سلوى عندها نفس هذه الحساسية اللي اتكلمت معنا النهاردة من فرنسا، وأنا برحب بيها، إن هي حساسة إن بتفتكر إن كل ما يقال هو هجوم وتجريح. يا جماعة أبدا، امسكوا كلمة زي مثلا الحوار اللي أنا قدمته بين إسلام البحيري والشيخ محمود شعبان، ده يعني أسلوب وحش جدا، لكن إحنا ما عندناش هذا في أي قناة مسيحية، ما بتقدمش أسلوب على هذا المنوال. أسيس أنا متأسف أخذت وقتك، لكن لا بالعكس، في أنا آيات متمتع كتيرة بالأفكار والطروحات، وخاصة الطروحات اللي حطتها آخر شيء الأخت لونا. فعلا أنه المسلم حساس جدا، ولازم يتعلم أنه يقبل يسمع. مشكلته المسلم بده يسمعك الكلام بس ما بده يسمع هو الكلام. صحيح، وهيدي مشكلة. وأنا طبعا بحترم أشخاص كتار بيحبوا يسمعوا من المسلمين وبياخدوا وبيعطي، ولو ما وافق بس على الأقل يبقى عنده روح المسالمة. فلازم نتعلم أنه الموضوع مش موضوع بالعنف. الله لو بده يجيب الناس بالقوة مشكلة كبيرة. نعم. يعني ربنا مبارك اسمه، حتى لما أعطى الرب لموسى الشريعة قال له أنا واضع أمامك طريقين، الحياة والموت، الحياة والموت، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. فالله ما قال له غصب عنك وإلا لا أنت، ولا هدده، ولا هدده، كل واحد حر. أنا بحط قدامك هالشيئين هالأمرين، وأنت درسها واختبرها وعجنها واخبزها وشوف اللي بيناسبك. لكن بالنتيجة إذا اخترت الشر، طريق الشر، أنت حر، أنت تحمل النتيجة، أنت بتحمل النتيجة. نعم. وبعدين بالنسبة لموضوع الأخت سلوى، أنا بقول لك يا أخت سلوى، أنت طبعا ما قرأتيش الإنجيل، لكن انتبهي وأرجوك اسمعيني شو عم أقول لك. لو أنك ما قرأت الإنجيل، أنت يبدو عليك أنك مخلصة وعندك غيرة لله، إله الإسلام بالذات، لكن ليش ما بتقولي يا رب أنا أريد أن أتعرف عليك، أريد أن أعرف طريقك؟ يعني أنت حضرتك أغلقتي على نفسك بدائرة واحدة ومش مستعدة تسمعي للأمور الحقيقية، أو على الأقل الأمور الأخرى. طب أنت ابحثي وصلي وجيبي كتاب مقدس. كتابنا المقدس 100% مثبت علميا تاريخيا، ما فيهوش تناقضات ولا في تحريف مثل ما علموكي بعض المسلمين والشيوخ. هو مش محرف، مش محرف. والكتاب المش محرف بيقول أنه لا خلاص إلا بذبيحة المسيح الفادي، لأن الناس كلها خطاط، وإذا نحن ما قبلناش ذبيحة المسيح الفادي لمغفرة خطايانا لن نرى حياة أبدية مجيدة، بل سيمكث علينا غضب الله، وبالتالي نحن في مسؤولية. ما تتجاهلي وتقولي أنا ما سمعتش، لا، أنت سمعتي وغيرك سمع. ما فيش خلاص إلا بالمسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والآب هنا لما نتكلم عن الآب، نتكلم عن الآب والابن والروح القدس، نتكلم عن إله واحد مثلث أقانيم. فمن أجل ذلك أرجوك ارحمي نفسك وقولي له يا الله ساعدني أعرف، ساعدني أعرفك. أشكرك جدا. نعم. ناخد الأخ أبو محق من السعودية، تفضل أخ أبو محق. أهلا بك. أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. انت اسمك متغير النهارده مع ان صوتك هو هو. ابو محق الله يبارك فيك، من شديه احيي الاخ. يعني اسم جديد ليك، انت قبل كده دخلت باسم اخر. ليه اسمك؟ ما نسمعك. اتفضل اتفضل. اشكرك ابو محق. ابو محق تفضل. تفضل. لا فضلك، الله يحفظك. انتم تعلمون يا اخوان ان العيب ليس بالاسلام، انما العيب في المسلمين المتطرفين التكفيريين الذين هم لا يؤمنون بالتعددية، إنما يؤمنون بتعدد الزوجات. أما مندوب الله وسلعته الغالية وجهه العمري المثقف الراسخ في العلم والواثق من نفسه القوي بالحجج العقلي والمنطقية، يقول أن إسلام الله المنفتح على الناس كافة يجيز لأي شخص من أهل الكتاب أتباع موسى وعيسى أن يتولوا قيادة أي سفينة مسلمة، طالما يكون إنسان مستنير ومثقف ولديه برامج وخطط تنموية تعود على البلاد والعباد بالخير والنفع الفائدة. يا أخي أبو محق، النهاردة أنا سؤالي ليك يا أخي، لا بس أنا عايز أسألك سؤال الأول يا أخي أبو محق. والمعتبرين أنفسهم يعني خير البرية، ده مش حوار كده يا أخي أبو محق، وأنهم
أخ أبو محق من فضلك اسمعني، هل تؤمن بالحوار المسيحي الإسلامي؟ تفضل. ألو، هل تؤمن بالحوار المسيحي الإسلامي؟ والله يا عمر بهذا الحوار، لكن للأسف أنت شفت الحوار اللي داير بين الأخ إسلام والثاني إيش اسمه هذا؟ الشيخ محمود شعبان. ما عجبكش؟ نعم. ما عجبكش الحوار ده مش كده؟ هذا انسان كان مره متشنج في حياته مش كده؟ انا بقول ده عيب ان احنا نستمر بالطريقه دي وعايزين يعني نوصل لمرحله حضاريه كعرب ايا كان مسيحيين او مسلمين نتحاور مع بعضنا. تفتح نقاش بين الحوار بين شو اسمه الاديان المسيحيه الطوائف المسيحيه بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. عندنا كذا عندنا كفايه يا اخي الكريم، ما في الباب مغلق. طيب اشكرك جدا يا ابو محق. دعنيك من الله يبارك فيك. ما هو انت بتتكلم في موضوع ثاني يا اخ ابو محق، ارجوك عشان الوقت البرنامج قرب يخلص. تفضل. اما اسلام المسلمين، اما اسلام المفلسين التكفيرين الاقصائيين عن الكتاب والسنه المعتبرين انفسهم خير البريه وانهم في اسطات الايمان وان الجنه مخصصها الله لهم، فان اسلامهم لا يجيز، لا يجيز يعني تولي مسيحي او يهودي لقياده سفينه الاسلام. طيب يعني الفكره وصلت ان العيب في المسلمين حسب رايك، خلاص فكرتك وصلت، بس ده مش موضوع النهارده. لا دقيقه، دعني يقول لك لن ترضى عنك اليهود النصارى، العكس هو صحيح، لن يرضى عنكم الدواعش حتى تتبعون مسارهم. طب ما هو ده صحيح. الاسلاميين المتطرفين يعني. الو تسمعني يا اخي؟ انا سامعك بقول لك ده نص قراني ان لا يرضى عنك اليهود والنصارى، دي ايه قرانيه يعني هنعمل ايه؟ انا هو المسلمين كلهم بيؤمنوا بيه. والله لو حديث قال فيه قال من خلاله لن يرضى عنكم المسلمون التكفيرين حتى تتبعون ملتهم لتصبحوا فسطاط الايمان. طيب. حسب يعني منظورهم هذول الدواعش. شكرا جزيلا يا ابو محق، ربي يبارك حياتك. ناخذ الاخ نعيم تفضل. طب ناخذ الاخت ليندا من ميشيغان، تفضلي اخت ليندا. انا متاسف للخطوط اللي بتقع مش قادر الاحق يعني. اخت ليندا تفضلي من فضلك باختصار. مرحبا. مرحب بك، تفضلي. مرحبا شيخ صموئيل واخ جان. اهلا بك. بالنسبه للطوائف يعني انا لا يهمني من اي طائفه اكون، انا اقول دائما انا احب الانجيليين واعشق الكاثوليك واموت في الارثوذكس. برافو عليك. عرفتم من اي طائفه انا؟ انت مؤمنه حقيقيه باين عليك. نعم بحب الجميع، المهم المجد المسيح. وبالنسبة للقوم زكريا بطرس أقول هو صياد ماهر وأكاديمية كاملة وجلب ملايين النفوس إلى السيد المسيح. وكلنا تعلمنا منه، هو كان نعم. معلم لنا كلنا وأخذ نعم. المبادرة وكسر حاجز الخوف، وربنا يبارك حياته ويقويه نعم. ويساعده. والذي يقول عن كتابنا بأنه محرف آسف، هو فكره منحرف. وعندي تعليق قبل المداخلة عن الفيديو، يقول الشيخ الإسلام البحيري تأدب تأدب، وأنا أرى الإعلامي مؤدب جدا والشيخ يحتاج ليتأدب. وبالنسبة للحلقة جذبني العنوان الحوار الناضج والمباحثات الغبية، وعجبتني جملة ليس مهم أن نربح الجولة بل المهم أن نربح النفس. صحيح. ومن هذا المنطلق أقول كلامي أننا كلنا أخوة في الإنسانية. نعم. ويجب أن نحب بعضنا جميعا، والهدف يكون واحد هو الحياة الأبدية في أي معتقد هي موجودة. نبحث ونفتش وثم نعرف ونتبع ونسير في الطريق المؤدي إليها، وليس لأننا مسيحيين نقول إن السيد المسيح العظيم له الكرامة والمجد هو فقط الوحيد الذي يملك الحياة لأنه نبع الحياة، ودائما كان يقول وإلى الآن لأنه حي أزلي أبدي، أنا هو الباب، أنا الخبز الحي، أنا هو الراعي الصالح، أنا القيامة والحياة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. لم يقل أبدا فلان هو الحق، ولا قال اذهبوا إلى غيري. هذه نقطة مهمة يجب الانتباه لها. نعم. وأهم ما قاله أنا هو الطريق والحق والحياة، ونحن ما يهمنا غير هذه الثلاث، فيجب أن نتواضع ونركع ونصلي ونترك العناد والتعصب والتحيز والكبرياء. ماذا يفيد النقاش الغير مجدي الذي لا يؤدي إلى نتيجة؟ نتعلم الاحترام والاستماع، وكل واحد يقول ما عنده، وأكيد الله خلق الإنسان بطبيعته المتعطشة له وبضميره الحي سيرشده أين هو الحق ليتبعه. أشكرك. أشكرك جزيلا. ربي يبارك حياتك وشكرا لمداخلتك الراقية جدا. ناخذ مكالمة أخيرة من أخ سيدور والوقت قرب يخلص، سامحني عايز دقيقة واحدة بس. أخ سيدور اتفضل. مساء الخير.
بالخير يا شيخ تمويل. مساء النور، ازي حضرتك؟ مرحب بيك انت والاسيس المحترم جون. اشكرك، ربي يباركك. ربي يباركك ويحفظك. تفضل. ارجوك خليني اجاوب انا هالاخوه الاسلام اللي تعدوا لابونا زكريا، خاصه زعلت الدرجه يعني انفجرت، راح انفجر. هو بيغفر ليهم، هو بيسامحهم وبيغفر ليهم. معلش ارجوك بس اقطعني. ارجوك اغفر ليهم. كل شويه دور اتكلم. تفضل. اوكي. هلا ما هذول اللي خبروكم انه اسلام هذول متطرفين يا احبائي يا ابن سعودي، انت خاصه لليوم هذا عم تذبحونا في الايام، ما اجى من بلدكم ولا من حكومتكم ولا من دولتكم ولا من شعبكم ولا من دياناتكم استنكار ليل ونهار بتهاجموا المسيحيين بالشرق الاوسط واغتصاب بناتنا يا حبيبي بكل وقت، بعدين ليل ونهار اذاعاتكم فضائياتكم ضد اسرائيل، يهود ترميهم في البحر. ليش يا حبيبي؟ هذا انسان زيك، شايفين قديش انتم تخلف، شايف قديش انتم ما بتحبوا البشر ولا اي انسانيه. اجبرتوني انا اذكر لغتي واتبع لغه السعوديه، اجبرتوني انا اذكر ديني اتبع للسعوديه، متمسكه ذكروا الشيعه والسنه في العراق في مصر في كل انحاء العالم، انا طول جاي من كلكم جزائر من اصل عرب، مع كل احترام للعرب يا حبيبي. كفايه عليكم دافعوا شيء ما هو مقنع، شيء ما هو مفيد، شيء العالم كله عم تشوف. انتم شو هدفكم؟ عبادة المسيحيين وقضاء إسرائيل. آخر شيء حرب 67، أرجوك شيخ طويل، كان يقول إذاعة السورية وغيرها، اذبح تربح لا ترحم أبدا أعدائك، اسحب واسحب دمر وحرق، مين طيارة كهرباء مهزوم بس العرب؟ أين الفر يا إسرائيل؟ اذبحهم ورايحهم عدوهم أمامكم، اليوم السبت بكرة أحد، يعني اليوم هو بكرة بعد بكرة أنتم، بنفس السنة 67 و80 و91 اجتماع دول عربية إسلامية في لاهور باكستان، إبادة البشر وخضع إسرائيل. يا سعودي عباد، كفاية تجوم على المسيحيين واليهود. قلبي معاك. أنا بحب كل إنسان، لأنه سيدنا المسيح يقول لا تقتل، أنت تقول لا تقتلوا. أنا ما بقتلك، أنت بتقتلني يا أخي. هو دينك كل هيك عم يقول قرآنك. أنا حاسس بك يا أخي سيدور، ولكل العراقيين ولكل اللي في الموصل ولكل الأزيديين والمشكلة في سوريا. احنا نتألم جدا من أجل كل ما يحدث من داعش وقتل الناس الأبرياء بلا ذنب على الهوية. ربنا يشجعكم، ربنا يديكم قوة احتمال على هذا الاضطهاد، لكن احنا واثقين في وعود المسيح لنا أن الاضطهاد هو الفرصة الذهبية للنهضة الروحية في المنطقة العربية كلها. دماء الشهداء لن تضيع أبدا، وكل ما حدث هيتحول للبركة الكبيرة. أخي سيدور، وأنا شاعر بيك، شاعر بمشاعرك، وبنتألم معاكم كلنا ونأسف لكل ما يحدث في سوريا والعراق باسم الدين. أسيس نفسي أحط آية للأخ سيدور وحضرتك في إنجيل متى أصحاح 12 وعدد 19 و20، لو ممكن المخرج يطلعها لنا على الشاشة. المسيح بيقول لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. والمهم عندي قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة. ايه فهم حضرتك الايه دي؟ يعني واضح من كل الايه واضح انه هو رجل سلام. طبعا هو الكلمه الازلي المتجسد، لكن كابن البشر هو كان رجل سلام، وهو رئيس السلام، وهو الذي علم في موعظه الجبل طوبى لصانعي السلام لانه ابناء الله يدعون. صحيح. انا مش معقول ان قصبه مردوده قصبه لا يعني فتيله مدخنه لا يطفئ، يقصد بها ايه؟ طبعا الناس كثير اعتبروها انه عم يتعامل مع النفس البشريه التي هي طبعا بحاله بحاجه للتجبير او بحاجه لانه ينفخ عليها كفتيله عم تدخن حتى يرجع يشعلها. يعني عنده امل؟ عنده امل، عنده رجاء؟ عنده رجاء في النفس. اي انسان، حتى للناس اللي بترفض، حتى الناس اللي بتقاوم، حتى للناس الخطاه، حتى للناس المتمرده، حتى للناس العنيده، هو عنده أمل أن هيجي وقت الناس دي ممكن تيجي للإيمان. ما رأي حضرتك؟ يعني الرجل الذي جاء إليه وهو كان غنيا وقال له ماذا ينبغي أن أفعل حتى أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟ قال له بيع كل ما لك. أول شيء قال له أحفظ الوصايا. قال له حفظتها، حفظتها منذ حداثتي. قال له طيب يلزمك شيء واحد، بيع كل ما لك ووزعه على الفقراء وأحمل الصليب وتعال اتبعني. طبعا الرجال كان غني كبير، رفض فمضى حزينا، لكن الرب بيقول عنه، الوحي بيقول عن الرب يسوع انه نظر اليه واحبه. نعم، رغم انه هو
مشي ورفض المسيح ورفض كلام المسيح. نعم. مش ضروري اللي يرفض كلامي يا احبائي انا ما احبوش، انا لازم احبه. وبالنسبه للعصبيه من جهه موضوع الاسلام، ما هو الاسلام نفسه عم ياكل بنفسه حاليا، والمتطرفين طبعا صاروا مرفوضين جدا من المعتدلين، والمعتدلين بسبب التطرف الإسلامي استطاعوا أن يروا حقيقة ما هو موجود في الكتب الإسلامية. فطبعا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فالشخص المخلص رح تكون هيدي الأمور عم تساعده حتى يقدر يشوف الحق، أنه الحق الوحيد هو في شخص ربنا يسوع المسيح، وأنه لا خلاص إلا في شخصه. من أجل ذلك نحن صحيح أنه نزعل على الخسائر وعلى الأموات وعلى الضحايا، لكن ما ننسى أنه الله موجود. الكتاب المقدس بيقول الرب في هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض. الرب موجود والرب صاحب السلطان، ومش مفروض نحن نكون بانيك، يعني نضطرب ونفشل ونضيع. الله عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم، الله يرى كل شيء. بالتالي كل ما عم بصير في العالم الإسلامي هو غربلة، هو زي ما تقول خضاضة، زلزال عم بزلزل القلوب وعم بزلزل الأفكار التي لم تقبل أن تسمع من قبل. حتى طريقة الأب زكريا لما ابتدى بالخدمة بتاعته، يعني منذ سنوات هزتهم هز. من أجل ذلك صاروا يقولون طيب أوكي أنتوا بتحبوا قدموا المحبة. نعم نحن نقدم المحبة، لكن أعود وأقول اسمح لي من فضلك بس أعود وأقول وإن قدمنا المحبة يجب أن نقول الحقيقة، لأنه إذا قدمت إذا حبيتك وما قلت لك الحقيقة بكون أنا بكرهك، ما بحبك. أنا لأني بحبك بقول لك اسمع، ما قالكش خلاص لا بكتابك ولا بدينك ولا بأي فلسفة تتبعها إلا بشخص المسيح اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص. من أجل ذلك اسأل نفسك ليش الإنجيل جزم هذا الجزم عن هذا الشخص الفريد الذي هو كامل من كل وجه وهو صانع السلام، وبرهن أنه صانع السلام حتى عندما قدم نفسه على الصليب. هو وعلى الصليب بدل ما يشتم ويجدف مثل غيره اللي قاعد يلعن ويسب ويشتم غيره اللي سمموله، قال اغفر لهم يا أباتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حتى للحظة الأخيرة كان عم يظهر الحب الفائض من قلبه وبكلامه أيضا. من أجل ذلك أنت لازم تفهم ليش لازم تتبع هذا الشخص المبارك الذي وليس بأحد غيره الخلاص. تفضل. القنوس زكريا بطرس من 10 سنين قال حاجات كثيرة المسلمين ما كانوش عارفين عنها خالص، ففوجئوا وصدموا وافتكروا أنه هو بيفتري عليهم. مع الزمن إيه اللي حصل؟ إسلام البحيري أعاد ما قاله القنوس زكريا بطرس، ودلوقتي الكتب التراث كلها بيقولك لا ما فيش داعي منها، خلينا نلغيها لان هي مش صحيحه. والبخاري ومسلم وكل الحاجات دي، وحتى اسماء الله الحسنى غيروها. نعم. بناء على ما قاله القنوس زكريا عمل صدمه في الاول، لكن ابتدى بعد كده يرجعوا يفكروا فيما يقول، وابتدوا يفهموا ان هو جاب الحاجات دي من كتب موجوده عندهم فعلا لا يعرفوا عنها اي شيء. المتطرفون الاسلاميون ما بيقدروش يقاوموا ما قالوا الأب زكريا. نعم. لكن المهادنون من المسلمين قالوا يا جماعة أنتوا كلمونا بلغة الحب بس. وخلونا بكتابكم المقدس وبس. هلأ ما فيش غلط أنه إلك كتابك ما رح يوصلك على السماء. فأنا مش بكرهك لما بقول لك كتابك قرآنك مش رح يوصلك على السماء. طيب أنت رجل متدين كويس ومحترم وما بدكش تقتلني مثل غيرك، كويس، بس كتابك ما بيوصلك على السماء، لأنه هذا هو الكتاب الوحيد الذي هو إنجيل المسيح، واللي قال عنه القديس بولس لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. كل من يوم فصاروا المسالمين من المسلمين يطلبوا هدنة. ما هي قصة الكر والفر موجودة بالإسلام، يعني بيطلب هدنة لما بيشوف أنه يعني هو زي ما تقول مش قادر يواجه يتجاوب مع الأحداث الكثيرة. نعم، لأنه كانت صدمة الأب زكريا والأخوة الأخ رشيد وحضرتك والأخوة والأخ أندرو والأخ وحيد، المجموعات كلها صدمة كبيرة عليهم. صحيح. فالمعتدلين ابتدوا يفوقوا، حتى في ناس من الدواعش عم بيتوبوا. نعم. والرب عم يتعامل معهم. لكن الفكرة كلها أنه طلب الهدنة ليس محبة بالحوار البناء، إنما بس حتى يرجعوا يعملوا زي ما تقول إعادة الصفوف. صحيح. وبيستفيدوا، نشكر ربنا أنهم بيستفيدوا. نعم. طيب خلينا نشوف آية تانية في رسالة بطرس الأولى 3:15، نشوفها على الشاشة واسمع رأي حضرتك. بيقول فيها الرسول بطرس بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. كيف نطبق هذه الآية في حواراتنا المسيحية الإسلامية؟ ما هو لما بيقول لك قدسوا الرب الإله في قلوبكم،
أنت مش مفروض تخرج عن إطار القداسة في قلبك، مش بس بلسانك، لأنه ممكن لساني يكون عم يتكلم شيء وقلبي يضمر شيئا آخر. صحيح. لازم أنا أكون في أقدم روح قداسة، روح يعني شو بده ربنا؟ ربنا بيحب الناس. نعم. ربنا شو بده؟ بده طهارة وقداسة. نعم. ربنا بده ليكن كلامكم نعم نعم لا لا, لا لا وكل ما زاد فهو من الشرير. فعندما يكون قلبي ولساني ينسجمان بكلام واحد، وأنا أيضا أتعامل مع الناس اللي بيسألوني يعني عم بيقولوا لي شو ليش سبب الرجاء اللي فيك؟ ليش أنت عندك رجاء؟ ليش أنت متأكد أنك طالع على السماء؟ مينك أنت تطلع على السماء؟ صحيح. ويمكن واحد شيخ بعمامة قد كده ومش متأكد أنه طالع على السماء مثلا. نعم. نعم. أنا طالع على السماء. أنا مرة كنت قاعد مع شيخ كبير جدا رئيس طائفي يعني إسلامي، وكنا على الطاولة مع بعضنا عم ناكل، وقلت له أنه الرب كلمني. بس قلت له أنه الرب كلمني، قال لي كلمك إزاي؟ كيف كلمك؟ إزاي؟ بالنسبة له أنه ربنا ما بيكلمش حد. نعم. ربنا كليم موسى وبس. نعم. أو كلم لكن الفكرة كلها أنا عم أقدم له ما هو اختبار. الرب تعامل معي، الرب كلمني، بس بوداعة وخوف. إيه المقصود بوداعة وخوف؟ يعني الإنسان اللي مش مخاصم وفي خوف الرب في قلبي، من غير هجوم، من غير تجريح، مش خايف منه. خوف الرب. نعم. لأن الإنجيل بيقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. بخوف ورعدة. فأنا مش خايف منه، أنا خايف من الرب الذي قال لي أعمل كذا 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 كذا. نعم. طيب خلينا نشوف آية تانية في أفسس 6:17، عمال يجري ونفسي. نعم. يعني أشارك معك بعض الآيات. نعم. الرسول بولس بيقول خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. إيه المقصود بسيف الروح هو كلمة الله؟ إزاي حضرتك بتشرحها؟ إزاي بتعيشها في حياتك؟ نعم. يعني كلمة الله هي قوية، والإنجيل بيقلنا برسالة العبرانيين الإصحاح الرابع أنه ممكن نشوفها كمان على الشاشة لو ممكن. نعم. بيقلنا أنه لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ إلى ما هنالك. المهم إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. فالفكرة كلها أنا عندما أحمل سيف عادي، يعني بطرس الرسول حمل سيف عادي، بس شو كانت النتيجة؟ ما جاب شيء. نعم. قطع أذن عبد رئيس الكهنة بطرس. والمسيح قال بطرس قال له رد سيفك إلى مكانه. طيب ليش الرب عم بيقول لك يا مؤمن رد سيفك إلى مكانه؟ أحيان لساني بيكون أمضى من السيف. يعني أحيان أنا لساني بقصص. يعني لازم أنا أستخدم كلمة الله. لازم أستخدم كلمة الله. في جزء مهم جدا من الحوار الناجح، لأنه شوف إذا ما استخدمتش كلمة الله بدي استخدم كلامي. وكلامي أنا الشخصي ما بينفعش، ما بيصبش. لكن شوف مثلا المسيح لما تكلم مع الشيوخ اللي كانوا جايين يرجموا المرأة الزانية، قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. عبارة بسيطة وقصيرة، لكن كلهم توقفوا. كلهم توقفوا وصارت ضمائرهم تبكتهم، ما قدروا يرجموها لأنه كل واحد صار ضمير. قوة سلطان كلمة المسيح اللي هي معنى لا تزال معنى. إذا استخدمت قوة سلطان كلمة المسيح أنا منتصر، وأنا كأنه بيدي سيف الكلمة. المسيح نفسه عمل كده مع الشيطان. نعم. في متى 4 أو لو 4 عمل إيه؟ حتى نذكر المشاهدين لما جاء إليه الشيطان ليجربه. طبعا هنا البعض بيقلنا كيف هو ربنا، كيف هو الله، وكيف هو عم يتجرب. لكن إزاي استخدم الكلمة؟ المسيح هنا يجرب كابن البشر وليس كإله، لأنه لما قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، ما قال له نعم أنا ابن الله، لا، قال له اذهب يا شيطان لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. مكتوب، قال له مكتوب، بس قال له أنا عم حاربك كإنسان مش عم حاربك كالله. بس قال له مكتوب، دي أهم حاجة أنه هو ركز على المكتوب. نعم، مكتوب بتثنية 8. نعم. نعم. فالفكرة كلها أنه استخدم سيف الكلمة. نعم. يعني المسيح بعظمته ما استخدمش إلا سيف الكلمة، وأنا نفس الشيء إذا بدي أخرج عن إطار كلمة الله، يعني بدي بلش أنا زي ما تقول خاصم وخانق وعضلات، لأنه في ناس أحيانا بيصير يوصل لحد العراك بكل أسف، وهذا شيء مش من الله. صحيح. المسيح شي مرة شفناه خاصم، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف، فتيلة خامدة لا يطفئ حتى يضع الحق في الأرض. نعم. طيب فإذا الفكرة كلها أنا مش مفروض خاصم، سيدي ما خاصمش. نعم. هلأ في ناس طبعا غير المسيحيين تبعوا مثلا مثل محمد كان يحمل السيف ويحارب، فهو بالنسبة لهم قدوة. نحن المشكلة، نحن مسيحنا قدوة لنا. نعم. لا بكلمة قاسية ولا بتفكير قاسي. أنا عندما أشوف شخص بيقاوم بتعرف شو بقول بقلبي؟ بقول يا رب أعطيني نعمة إني أحبه، لأنه هو أصلا هذا الشخص اللي عم بيقاوم هو مقتنع، هو عنده قناعة. طب أنا لازم أنا أشيله من قناعته ولا الرب اللي بده يشيله من قناعته؟ الرب. الله بده يشيله من قناعته. طيب وإذا ما تغير؟ طب أنا هو لمولاه،
هو 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 الله مسؤول عنه. صحيح. انا بدي اجيبه بالقوه او بدي اقطع له راسه، فاذا انا شو بعمل؟ اقول كلمتي وامشي. صحيح. انا اقدم مسيحي ومحبه المسيح ورساله الانجيل على قدر الاستطاعه وامشي. عشان كده في ايه ثانيه في كورنثوس الثانيه اصحاح 10 بتقول عباره حلوه نفسي اسمع حضرتك وانت بتشرحها لنا، اسلحه محاربتنا ليست جسديه، يقصد بها ايه؟ بالقادره بالله على هدم حصون. ايه هي الحصون؟ حصون الشر. حصون الشر. اسلحه محاربتنا، ايه الاسلحه بتاعتنا؟ اسلحه محاربتنا نحن اصلا مثل ليست جسديه. ما هو مثل ما قال قبل، ما قالش انه نحن عندنا سيف الروح، سيف الروح الذي هو كلمه الله. كلمه الله هي زي السيف. لأن كلمة الله حي وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. عندما أستخدم سلاح الكلمة أنا بالنتيجة شو عم بعمل؟ أنا معي أقوى سلاح. إذا حاربوني بأي سلاح أرضي لا ينتصروا علي، يمكن مثلا يقطعوا لي راسي، يمكن يأذوني، أوكي، بس هم ما انتصروا على الحق. قطعوا له راسه ليوحنا المعمدان، لكن لم ينتصروا على الحق. إنما عندما أقدم أنا الكلمة، الله وراء كلمته ليجريها، لكي يجريها. صحيح. الله يجريها. أنا أقول لحضرتك حاجة حصلت معي ما انساش أبدا. تفضل. ليا صديق مسلم اسمه الشيخ مرسي من الجماعات الاسلاميه الملتزمه، بلاش اقول المتشدده، وهو اقام حوار معايا وابتدى يسالني، فانا عملت ايه؟ فتحت الانجيل وعلى انجيل مرقس اصحاح 12 وعدد 29 وعطته وهو يقراه. المسيح بيقول اسمع يا اسرائيل، انا هو رب الهنا رب واحد، رب واحد. الراجل ما كملش، واحد بيقول لي مش معقول. قلت له ايه؟ قال لي انت عايز تقصد تقول لي ان انت موحد بالله؟ وطبعا انا موحد بالله، ومين هنا اللي بيقول في الانجيل؟ المسيح. هو ارى الكلمه بنفسه، هو شافها واسمعها، وده اللي انا نفسي اقول لكل اخواتي المشاهدين اللي هم بيعملوا حوارات، خليه يشوف الكلمه، خليه يشوف الحق، خليه يشوف الانجيل. تعرف قال لي ايه في الاخر؟ قال لي باين عليك انت المسيح الوحيد الموحد بالله. شو بيقصد يعني؟ شوف قد ايه للدرجه يعني. ما هو اصل يعني شاف الايه بتتكلم عن الله الواحد. وانا مؤمن بهذا الكلام، وهو عنده فكره ان انا عندي الهه، فهو كل اللي اتعلمه خلال 10 سنين قبل كده اتهد بس بسلطان الكلمه من غير ما انا اجادل معاه. فانا عايز اقول يعني اخت سلوى ما عندهاش فكره عن الانجيل، لو حد قرا معاها او هي شافت النص او النصوص او شافت حياه المسيح وفهمت ان المسيح ده مش هو المسيح الموجود في القران، هتفهم حاجات تانية. الفكره ان احنا بنحاول نجادل حتى احنا كمسيحيين، او اقدم افكاري الشخصيه. انا عايز اقدم الإنجيل. لازم نصلي قبل ما نفتح فمنا. نعم. ونحن عم نتكلم لازم نصلي بقلوبنا، وإذا كان معنا شخص عم يسمعنا من المؤمنين أو المؤمنات لازم يصلي لنا حتى رب يعطينا سلطان بالكلمة. نعم. الموضوع مش حرب عادية، نحن بنفكر أحيانا قصة أنا أقنعته ولا ما أقنعتوش، قلت له قال لي وقلت له، نو، هي حرب روحية، وعلينا أن نستخدم أسلحة روحية. صحيح. لكي ننتصر بهذه الحرب الروحية. الشياطين تحاول خطف الكلمة وتمنع الإنسان من أنه يسمع كلام الله للخلاص، ونحن المسيح قالنا بمتى 13 عن مثل الزارع، أنه لما تزرع الكلمة نعم جاءت الطيور وخطفت الكلمة. والطيور بتحاول، أي الشيطان بيحاول يعمل بلبلة وتشويش. أحيانا كثير بنبقى عم نبشر واحد بيرمي كلمة صغيرة بس، أو واحد تاني بتدخل على الخط وبيرمي كلمة صغيرة بس للتشويش. صدقني أحيانا كثير بيقلب الأمور كلها رأسا على عقب. منقول له يا أخينا روق شوي، ما تحكيش كلام لا جارح ولا تهجمي، طول بالك علينا، احكي الحقيقة بس مملحة بملح، أو قدم الإنجيل. وقدم الإنجيل ده أهم حاجة. هلا مثلا انا بقول له انت مسلم ومش مش ما بتقبلش اللي انا بقوله، اوكي ربي باركك، بيني وبينك ما فيش خلاف، انا عندي هذا الايمان، انت عندك، الله يباركك، بكتابك لازم تقتلني، الله يسامحك، بكتابي مش لازم اقتلك، بكتابي لازم احبك وصلي لك واطلب من الرب انه يرحم نفسك. هلا هون ساعتها هو لازم يفكر، يا عمي كتابي ينادي بالمحبه، كتاب يعلم الخلاص، وشعب الرب واضح انه شعب الرب مهذب ومحب وغير تهجمي، وهو بينه وبين ضميره عارف كتابه مليان ايات فيها قتل وعنف وكذا وكذا وكذا. ساعتها هو بينه وبين نفسه رح يقول يا عمي هذا هو الانسب. صحيح. اذا كان مخلص. نعم. اذا مش مخلص، انا دائما بقول لكم اياها، عنزي ولو طارت، بتعرف الخبريه؟ تفضل. الواحد قال له هيدا اللي هونيك قبالك هيدي عنزه، قال له لا هيدا نسر. قال له يا عمي هيدي عنزه عنزه عنزه، قامت قال له نسر، سوري قال له هذاك، قال له نسر. الشخص اللي متمسك بفكره انه هيدي عنزه ما طلعتش عنزه، طار. قال له هيدا نسر، طار النسر. قال له ليك يا حبيبي عنزه حتى لو طار، حتى لو طار عنزه لو طارت. يعني اصرار على الفكر الخاطئ يعني. اوكي، انت لما بتشوف حضرتك شخص من هذا النوع شو بتعمل له؟ خلص بتسيبه. طبعا. وبس بتصلي له. امين.
قلت له يا رب ارحم نفسه، وكل مدي مدي بضلك اذا الرب فتح لك باب تنقط له نقطه ميه من كلمه الله. وبعدين الله عايز اختم بالايه الحلوه دي. نعم. في اشعياء 55 ونقراها وحضرتك تعلق عليها ونختم بها بعض الملاحظات الاخيره لهذا اللقاء الممتع. كلمه الله ترجع لي، لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء اشعياء 55:10 ولا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغه بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. نعم، دي ايه مشجعه. ايه رايك يعني فيه؟ اي كلمه من كلام الرب فيها قوة وسلطان، الله وراء كلمته ليجريها. عشان هيك أنا مش كلامي، أنا إذا بدي أتخاصم مع الناس صدقني بيوم يومين ثلاثة بصير عندي 300 مليون عدو. لكن إذا كنت أنا إنسان عم أقدم كلام الله بمحبة، الناس لو ما قبلت الله في مضاجعهم على مضاجعهم بيكلمهم. كلمة الله حياة تستمر. نعم، الله بيذكرهم بالكلام، الله بيكلمهم بأحلام، الله بيكلمهم برؤى. المسيح عم يظهر للمسلمين وعم يظهر لغير المسلمين أيضا. في ناس كتير ظهر لهم، البوذيين ملايين، بيقول لك في فوق 100 مليون أو ربما بين 100 مليون و 150 مليون بتشاينا صاروا مسيحيين. صحيح. ليش؟ لأنه المسيح عم يظهر نفسه لهم. كانوا جماعة ما بيعرفوش ربنا وقطعوا على أساس وقت ماو تسي تونغ وزوجته قالت ستكون المسيحية فقط في المتحف. نعم. سنة 1949. صحيح. لكن تبين أنه هو صار إذا جاز التعبير بالمتحف، وكلمة الله لا تزال تعمل. الله قادر أن يمجد اسمه في ألف طريقة وطريقة. صحيح. أشكرك. نعم. سيد جون على هذا اللقاء وهذا الموضوع الرائع ربي والتشجيع على الحوار. أشكركم كل المشاهدين، وأتمنى أن احنا نراجع مع بعضنا بعض المبادئ الأساسية في الحوار الناضج والناجح، وأن نبعد أنفسنا عن المباحثات الغبية التي لا تحقق أي أهداف، وأن نعمل معا حتى نستمر في تقديم كلمة الله لكل الأشخاص اللي بتقابل معهم. كلنا مسؤولين عن إقامة حوار على مستوى شخصي في حياتنا، على مستوى اجتماعي وعلى مستوى كنسي. أرجو أن الكنائس تتفتح للحوار مع الآخر، أرجو أن كل المؤمنين يتشجعوا للحوار، ونثق أن كلمة الله لا ترجع فارغة. السيد جون نمور، شكرا جزيلا لهذا الوقت الرائع، والرب يبارك حياتك وخدمتك ويباركك وبرنامجك وكنيستك، ويسلم لي على كل اللي في سيدني. الله يسلمك، كلنا بنحب نشوفك بسيدني. ان شاء الله الرب يرتب اصدقائي. الى اللقاء في الاسبوع القادم، والرب معكم.